بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات استاد الأهلي. وهنتكلم النهاردة بالتفصيل مع ضيوفنا في الاستوديو عن مباراة مرتقبة مهمة غدا، تعتبر أيضا مباراة لها طابع خاص ولها تاريخ كبير بين الفريقين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي، وبتعتبر أيضا من مباريات الديربي في الكرة المصرية، ومباراة لها طابع خاص جدا وبتعد بطولة خاصة، خصوصا لما بيكون الإسماعيلي شأنه هذا الموسم من الفرق القريبة من السباق على صدارة جدول الدوري ومن المنافسين للأهلي البطل المتصدر لهذه المسابقة. اليوم بالفعل قبل المباراة بيوم واحد بتقام المباراة إن شاء الله غدا على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية الساعة 8 مساء، وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة تليق بالفريقين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي، وإن شاء الله يستمر حصد فريقنا للألقاب والبطولات والنقاط ويستمر صدارته أو تستمر صدارته لسباق الدوري المصري من خلال الفوز غدا إن شاء الله، رغم طبعا تأكيدنا على قوة المنافس وقيمته وخبراته وتاريخه وصعوبة المباراة للفريقين، لكن إن شاء الله أبطالنا نجوم النادي الأهلي وجهازهم الفني هيكونوا قادرين على الحسم في هذا اللقاء. هنتكلم بالتفصيل عن أو هنبدأ بمجموعة كبيرة من الأخبار والقضايا الرياضية ومنها ما يتعلق بالمباراة بالتأكيد، ثم نتحدث تفصيليا عن هذا اللقاء وقائمة الفريقين والعناصر المتاحة والأوراق المتاحة أمام الأجهزة الفنية وبشكل خاص للجهاز الفني للأهلي بقيادة كابتن حسام البدري. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفنا في استوديو استاد الأهلي من نجوم الكرة المصرية طبعا سابقا ونجوم النادي الأهلي سابقا، الكابتن فوزي سكوتي. أهلا بحضرتك كابتن فوزي وسعداء بوجودك معنا. أهلا بيك كابتن محمد، وأنا سعيد معاكم النهاردة ومعايا كابتن شريف عبد المنعم، طبعا بقول له الحمد لله على السلامة، عمره مقبولة إن شاء الله. الله يخليك كابتن. بنرحب أيضا بنجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم، وبنضم صوتنا لصوت الكابتن فوزي. الحمد لله على سلامتك، أولا سعداء بوجودك معنا كابتن شريف، وربنا يتقبل عمره مقبولة إن شاء الله. منا ومنكم جميعا خير الأعمال إن شاء الله، وأنا سعيد أنا معاك يا محمد وكابتن فوزي حبيبي. حبيبي كابتن شريف. هنبدأ بالحديث عن الأخبار الموجودة معنا ومعظمها متعلق طبعا بالمباراة وجاهزية عدد من نجوم الفريقين وغياب بعض العناصر المؤثرة أيضا في الفريقين سواء في الأهلي أو الإسماعيلي. أولا الكابتن حسام البدري المدير الفني ضم 23 لاعب لمعسكر الأهلي استعدادا للإسماعيلي. الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي ضم 23 لاعب لقائمة المباراة، وضمت القائمة هذه الأسماء: في حراسة المرمى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، في الدفاع محمد هاني، باسم علي، أيمن أشرف، محمد نجيب وعلي معلول وصبري رحيل ومحمد عبد المنعم، في الوسط عمرو السولية وهشام محمد وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب، ميدو جابر وصالح جمعة وباكا، وفي الهجوم وليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان. تعليق ضيوفنا في الاستوديو على هذه القائمة واكتمال العناصر المتاحة لغياب طبعا لكثرة المباريات والإجهاد والارتباطات وإصابة بعض العناصر المؤثرة، لكن بنقول دايما أن فريقنا قادر على الاستمرار في المنافسة والتألق في كل المنافسات المحلية والدولية لوفرة العناصر المتميزة اللي بتكون دايما على قدر احتياج الجهاز لها، وأيضا على مستوى تطلعات إدارة النادي والجماهير في أي لقاء يتم إسناد المهمة لهم فيه أو يشاركوا في مسؤولية المباريات. كابتن فوزي سكوتي، رأي حضرتك في قائمة الفريق غدا ومدى اكتمال وجاهزية العناصر المتاحة أمام الكابتن حسام البدري والجهاز الفني؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو طبعا النادي الأهلي دلوقتي احنا بنقول وصل في الفورمة كويسة جدا وأدى ما عليه وأدى المطلوب منه الماتشات اللي فاتت. كابتن حسام البدري بيلعب كل مباراة مباراة، شفنا ماتش الرجاء وفوز النادي الأهلي عليه المرة اللي فاتت، وشفنا قد اللعيبه اللي ادوا المسؤوليه وادوا المباراه فعلا. يعني الشوط الاولاني صحيح كانوا مغلوبين وطلعوا 1-0 الشوط الاولاني، الشوط الثاني قدروا يعوضوا وضيعوا اهداف كتيره وكان ممكن يبقى مهرجان اهداف، لكن ثلاث اهداف كانوا كويسين جدا، ان هو في النهايه ثلاث نقط كان محتاجهم كابتن حسام، ان هو عنده ماتش مهم اللي احنا بنقول عليه الماتش الاسماعيلي، فطبعا بيحضر ماتش الاسماعيلي لانه هو اللي وراه على طول. يعني تملي المدرب يبص، يعني مش بيبص مين، هو ماشي في الاول، فالاقرب واحد مين؟ الاسماعيلي. الاسماعيلي قريب ليه، فلو قدر ان شاء الله ربنا وفقه بكره وفازوا باذن الله هتفرق بقى المسافه كبيره، وهيبقى النادي الاهلي ماشي بخطوات سليمه اللي احنا بنقول عليها. القائمه اللي موجوده عند الكابتن حسام، هو عنده القوام الاساسي بتاع فرقته، عنده مجموعه من اللعيبه المميزه، بيقدر عنده الدكه اللي بره يقدر يستعين بيها في الوقت المناسب، فدي مقومات الفرقه. فاللعيبه اللي موجوده عنده في الفرقه بتاعته الاساسيين الموجودين، غير احمد فتحي بقى ان هو مصاب
عنده اصابه فطبعا بيريحه. شفنا باسم ما شاء الله الماتش اللي فات كان كويس جدا واحرز هدف. وبعد كده يعني اي لعيب عنده بيبقى مصاب او في حاله اصابه او في اي حاجه تعباه عايز يريحه شويه، في اللعيبه اللي موجوده عنده بيقدر يلعب مكانها. اللعيبه اللي عنده الموجوده برده على دكه البدلاء قلنا لعيبه كويسه جدا كلهم، وكلهم مستعدين وكلهم بيثبتوا وجودهم. كل يوم بنشوف يطلع لنا نجم كويس جديد بيثبت وجوده، زي ايمن اشرف شفناه ثبت وجوده في المكان اللي هو محتاجين فيه. الحته بتاعت دي يا كابتن شريف، الحته بتاعت السرد باك دي الاصابه اللي جت فيها يعني الاصابه فيها كتيره جدا، يعني اول مره تحصل في النادي الاهلي. كان الاصابات تمالي في نص الملعب في راس الحربه الحاجات دي الفتره دي او الفتره الاخيره اكتر عدد اصابات في السرد باك دي فعلا كانت مؤثره جامد جدا. فنتمنى لهم ان شاء الله بالمجموعه اللي موجوده باللي اختارهم الكابتن حسام، لان هو اكبر يعني المدرب بيبقى هو اكتر واحد قريب للعيبه بتاعته في التدريب وفي القعده معاهم وفي الكلام معاهم، فبيختار المناسب للعيبه اللي هي تبقى موجوده معاه في الماتش. يعني حضرتك شايف قايمه فيها عناصر مكتمله توفر كل البدائل المتاحه فنيا للكابتن حسام وجيه. ماتش بكره ديربي زي ماتش اهلي وزمالك، ماتش الاهلي واسماعيلي ديربي برضه بيبقى ديربي اهلي واسماعيلي، فلازم بيختار القايمه بتاعته احسن لعيبه موجوده عنده واحسن لعيبه جاهزه عنده بدنيا وفنيا. فنتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله. باذن الله. كابتن شريف عبد المنعم، راي حضرتك ايه في القايمه المتاحه غدا او العناصر الجاهزه طبيا وفنيا وبدنيا امام الكابتن حسام البدري؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، من كابتن حسام عمل طفره جميله جدا السنه دي وعمل لكل اللعيبه شخصيه اللاعبين الاساسيين. ما افتكرش ان بقى عندي لعيب على الدكه اسمه لعيب احتياطي او لعيب اساسي. هو جعل من كل لعيب شكل المنافسه ان هو وقت ما يطلب منه انه يكون موجود في المباراه، تحس ان هو كان بيلعب بقاله فتره ان هو اساسي وليس بالبديل. ما عندناش بقت قصه البديل خالص، ان اللي قاعدين بره زي اللي بيلعبوا جوه، مع تفاوت الازمنه اللي بيلعبوا فيها. يعني في لعيب انت بتحتاجه ان هو يقدر يلعب من اول مباراه لغايه 60 دقيقه مثلا، اللي بينزل بعد كده يديك ال 30 دقيقه هو ده اللي محتاجين منه. بعد كده بتلاقيه في الماتش اللي جاي زي اجايه كده، خده في ماتش ولقيناه في 30 دقيقه، وفي الماتش اللي بعده يوم السوبر كله تفاجأ ان مفيش مؤمن زكريا ووجود جايه هو الاساسي. ففي تحضير وفي شخصيات للعيبه معينه في مباريات معينه. فاعتقد ان كل اللاعبين ان حسام بدري قدر يوصل اللعيبه كلها لمفهوم مين هيبقى موجود النهارده هو تيشيرت النادي الاهلي اللي بيلعب الحقيقه. ف ده المكسب من المكاسب الكبيره قوي اللي احنا كسبناها السنه دي، واسلوب اللعب حتى اسلوب اللعب اللي هو الاطراف عندك بقى عندك اكتر من لاعب في الناحيه اليمين. غياب احمد فتحي دلوقتي ما شاء الله، يعني في باسم علي بيعوض ظهر بمستوى كويس جدا زي ما قال كابتن فوزي، كمان مركز كمان اللاعب المساك ايمن اشرف عامل مباريات باجماع الاراء بمستوى عالي جدا. مظبوط. غير ايمن اشرف ده كمان بقى جوكر، انت عارف احنا بنعتمد على اللعيبه الجواكر في النادي الاهلي انه يقدر يلعب في اي مركز. هو بيديني ارتياحيه حتى هو معايا في الملعب، اقدر العب باك ليفت، اقدر احطه في نص الملعب يعمل سمو، اقدر العب ب 3 4 3 بعد كده لما يكون في ازمات او اي حاجه. في تشكيل للاجهزه الفنيه اللعيب نفسه بيديله حريه ان هو يقدر يدور من جوه، مش لازم يدور من بره وينزل لعيب بديل، لا انا اقدر ادور الملعب من جوه واخلي فيه عندنا تغييرات مفيده، تغييرات تعمل الفارق وتعمل الاهداف وتعمل المطلوب منها. ف بقول للعيبه كلها شكرا على الست مباريات مكسب ورا بعض. فوزي كسبوا 6 مباريات وخدوا استحسان زي ما هم معودين من السنه اللي فاتت الحقيقه. تمام. بيكسبوا 6 مباريات ورا بعض ان شاء الله. هم كسبانين الاسماعيلي الماتش اللي فات، في اللقاء اللي فات كان فيه عبد الله السعيد والسوليه، السوليه عمل من احسن الاجوال اللي جابها واحسن التحركات. فوزي ومحمد انا هقول لكم على حاجه، احنا مش هنتكلم على الاطراف اللي بتنطلق وبتعمل الدعم الجامد قوي للفراوده، مش هنتكلم على نص الملعب اللي باي حد الحقيقه حسام عاشور متاخر بيعوض هشام محمد، السوليه متاخر بيكون في حسام عاشور بقدر اسقط عبد الله سعيد لتحت، ودلوقتي بقى عندي اسلام محارب راجل بيعمل سبورتنج لاي حاجه وبيجول ويروح على الجول. في نفس ميدو جابر حتى دخله في الاساسيين وجاب جول قبل كده ودخله بيقدر ياخد منه وياخد يستفيد منه في كمان قدره يعني. الاهلي على العوده في المباريات اللي المنافس فيها بيتقدم في بعض الفترات او بيبدا بالتهديف. يعني طبعا احنا قدامنا على الشاشه مباراه الرجاء، وقبلها كان في كمان مباراه مصر المقاصة. تعليق حضرتك والكابتن فوزي على قدرة النادي الأهلي وخبرات جهازه الفني ولاعبيه اللي بتخليه يقدر يتسايد مباراة حتى لو ما كانش هو الأفضل في الجزء الأول منها. يعني في أول فترة من مباراة المقاصة ظهر المقاصة بشكل كويس وبدأ بالتهديف، لكن الأهلي قلب المباراة تماما لصالحه ولعب تسايد الشوط الثاني وأحرز هدفين. يعني ده دايما الجمهور بيقول إنه ميزة عند النادي الأهلي كابتن فوزي. تمام.
يعني انا شايف ان النادي الاهلي اصل مقوماته، لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي مقوماته فرقه بطوله يعني تختلف عن اي فرقه تانية. يعني انا يعني بتفرج على الدوري امبارح كنت بتفرج مثلا يعني في فرق نادي النصر ما عامل ماتش كويس قوي امبارح يا كابتن شريف، عاملين ماتش حلو قوي امبارح وفرق 2-1 وبعدين اتعادل وكان ممكن يتغلب، يعني بقاله كم يعني دي طموحات اللعيبه اللي موجوده بيلعبوا فوزي او اوبن جيم. الاوبن جيم يعني مفيش تامين، لازم يبقى في استقرار دفاعي مع وسط الملعب للفرق اللي هي بتحاول تبقى في منتصف الدوري او تخرج من الكابو اللي هي موجوده عندها في ده هو في قاع الدوري، فهو عايز يخرج فهو ما عندوش حل تاني هو الرجاء غير انه يلعبوا اوبن جيم ويفتحوا خطوطهم على اساس ان هو يقدر يجيب جول او اتنين، ولو دخل فيه جول ما بيفرقش الحقيقه، هو خلاص عنده هدف ان هو يروح على الجول الناحيه الثانيه بيلعبوا بالطريقه البرازيليه اللي هو هل انت عديت العده انك انت يبقى عندك كره برازيليه من اللعيبه اللي هي تواكب الطريقه اللي انت تقدر تلعب بيها. زمان احنا كنا بنتفرج على فالكاو وسكراتس وزيكو والناس دي كان عندهم بدائل كتير قوي في اللعيبه وتالنتد وجماعيه وفرديه. نادي الاهلي النهارده بس من يوم ماتش طلع الجيش، انا عايز ارجع ليكم انتوا الاثنين في السؤال ده، من يوم الجماعيه اللي اتعملت وكان في غيابات وعملنا تدوير ونزلنا 3-4 لعيبه جداد في الملعب وحصل اللمسه الواحده واللمسه واللعبه اللي عملوها ماتش طلاع الجيش ادوا طابع للفريق النهارده بالجماعيه وكل الفرق اقرت بيلعب كره حتى حلمي طولان اقر قال لك لا انا مش هقدر العب قدام فريق بيعمل جماعيه وفرديه بهذا الشكل. النادي الاهلي ما شاء الله الله اكبر كويس قوي ان انا خرجت من المباراه بهذا الشكل يعني واثنى على حسام البدري كجهاز فني واثنى على اللعيبه وشكره ده راجل محترم يعني مدرب محترم وعنده شكل. جاء على حساب بقى السؤال اللي حضرتك سالته على ان احنا نقدر نعوض ما نقدرش، احنا الفريق الوحيد اللي يقدر يرجع في مصر انه يخش فيه جول ويعوض لانه عنده الامكانيات، انما الطريقه اللي بنلعب بيها دلوقتي اللي كسبناها من ماتش طلائع الجيش اللي رجعتنا باللمسه واحده احلى جون شفناها. انت ما شفتش يا شريف انت الهدف ده بتاع الرجاء؟ انا احلى جون شفته الهدف بتاع الرجاء اللي هو اللي جابه اللي جه في الشوط الاولاني ده احلى جون يا فوزي شفناه في مصر عموما السبع نقلات بتوع ماتش اللي كان بعد طلع اللي هو بتاع مصر المقص. انا ما شفتش جون من اجمل الاجوان السبع كور من لمسه واحده تاك 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 لغايه العرضيه بتاعت وليد سليمان اللي من احلى الاجوان اللي في العالم اللي برشلونه والدنيا كلها بتبحث عن هذا الشكل وبتبحث عن هذا الكيان. فنرفع القبعه كلنا للاعبين الحقيقه والاجهزه الفنيه. احنا هنكمل كلامنا مع حضراتكم بس اللقطات اللي شفناها كان فيها اكتر من لقطه لوليد سليمان، والحقيقه في سؤال بيفرض نفسه لما بنتكلم عن بعض النجوم في فترات معينه هم في افضل حالاتهم فيها سواء فنيا او بدنيا وحالتهم المزاجيه كمان بتبقى عاليه جدا ومؤثره على ادائهم في الملعب لصالح فريقهم. طبعا السنه اللي فاتت شفنا الحاله دي مع احمد الشيخ وهو معار للمقصه، وكان حديث الوسط الرياضي المصري بتالقه مع فريق مصر المقصه وبدات تطرح اسئله كتيره، هل له حظ من المشاركه مع منتخب مصر ولا لا، وهل يستطيع الدخول مع نجومنا في منتخب مصر اللي قدروا يمشوا بشكل كويس في التصفيات ويتاهلوا لكاس العالم بقياده طبعا جهازهم الفني ومستر كوبر طبعا يحسب له هذا النجاح والوصول ل نهائيات كأس العالم في روسيا بصرف النظر عن الانتقادات اللي بتبقى موجودة أو مصاحبة لأي جهاز فني وأي مدير فني في أي فترة من الفترات، لكن النتائج دائما أبدا والأرقام بتتكلم عن نفسها. الموسم ده عندنا نفس السؤال مطروح بالنسبة لوليد سليمان وأحب أسمع آراء حضراتكم، هل ممكن وليد سليمان في التوقيت ده يفرض نفسه أو يلفت نظر الجهاز الفني والمدير الفني لمنتخب مصر قبل نهائيات كأس العالم؟ لأنه الحقيقة في حالة من أفضل الحالات اللي شفناها في الدوري المصري على الإطلاق فنيا وبدنيا في الفترة دي، رأي حضرتك؟ بص يا كابتن محمد، وليد سليمان من اللعيبة المميزة جدا في النادي الأهلي ومش عايز يثبت وجوده ومش عايز يقول لك أنا موجود. هو وليد من زمان يعني من كذا سنة وليد موجود في الفرقة وأساسي في الفرقة ومن العناصر الأساسية في الفرقة، وتملي لعيبة النادي الأهلي عندهم تطلعات إن هم بيبقوا العناصر الأساسية لمنتخب مصر. فلما مستر كوبر بيبص على اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي من الفرق كابتن شريف طول عمرنا من الاساسيين العناصر الاساسيه بقول لك في المنتخب، فلما بيجي يقول وليد سليمان انا لسه مش هشوفه ده انا شايفه ومن العناصر الاساسيه والموجوده، وحتى لما مثلا بيقعد مثلا ماتش او اتنين بتلاقي بتفاجئ انه راجع بقوه جامد جدا بقوه عن الاول، عنده قوه وعزيمه ولعيب كويس جدا ولعيب يعني انا اكتشف ثقه كبيره عنده ثقه لا وبيدي ثقه لفرقته كمان يعني تملي ساعات بيبقى مثلا لو مؤمن زكريا كان بيلعب يقول لك يغير مع وليد سليمان عشان يريحوا بعض مثلا، او لو طلع مؤمن ينزل وليد
عندك البدائل في النادي الاهلي. فوليد مش محتاج يا كابتن محمد انك يثبت وجوده، لان هو ثابت وجوده طبعا صراحة. ده بالتاكيد احنا متفقين يعني لكن في الفتره دي هو كان خارج حسابات المنتخب، رغم تاكيدنا على انه من نجوم الكره المصريه. وهضيف لده ان في راي كلاسيكي دايما بيتوقع انه في البطولات الكبيره جدا زي نهائيات كاس العالم قلما يغير المدير الفني الا في حالات غياب عنصر للاصابه. جون قدامنا اهو. فاحنا بنقول ان في راي موضوعي جدا بيقول قد لا يلجا مستر كوبر لاي عناصر خارج المجموعه الجاهزه اللي اعتمد عليها ووصل بيها لنهائيات كاس العالم، وده له منطقه. وفي راي ثاني بيقول لا، في حاله تالق نجم بهذه الدرجه بشكل ملفت للشكل اللي شايفين عليه وليد سليمان الفتره اللي فاتت قد يدخل في الحسابات. هو ده سؤالي لحضرتك. بص يا كابتن محمد، هو مستر كوبر احنا شايفين ان هو بيعتمد على المحترفين اكتر. تمام، ده اللي احنا شايفينه يا كابتن شريف، معتمد على كل المحترفين. يعني بيجيب حتى المحترفين هم اللي بيلعبوا. فلما يظهر عندي وليد سليمان او يظهر اي لعيب او مؤمن زكريا او بتاع وبيستعين بيهم، لازم يبقى في نظره ليهم برضه. يعني انا لو انا مطرح مستر كوبر وعندي لعيب مميز في النادي الاهلي وبيكسب النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي، ما خدوش في المنتخب ليه؟ ومحتاجه. لو انا عندي مكان فعلا في الفرقه بتاعه المنتخب، حتى لو مش هيبدا اساسي بس عندي بديل ليه، يعني ينزل بديل لحد كمان. يعني مش لازم يلعب في الاول، لان زي ما قال الكابتن شريف لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم، حتى اللي قاعد بره ما بيعرفش نجم، لما بينزل بيبقى ليه بصمه برضه. فانا بعتقد ان مستر كوبر دي وجهه نظر طبعا. لا طبعا، وهو لو كافه الصلاحيات والحق في الاختيار، لكن مسؤول. وجهه نظر حضرتك شخصيا، هل تعتقد او متفق مع الاراء ان بتقول ان وليد قرب جدا من العوده للمنتخب في الفتره دي بادائه؟ والله انا شايف مجهود وليد جامد جدا وبيبذل مجهود فعلا وليه تاثير في الماتشات اللي شفناها والهدف اللي بيجيبه ده وريك عزيمه بتاعته، كان لسه نازل وراح سجل هدف يعني جميل. انا يعني وانا مدرب عايز ايه اكتر من لعيب بيعمل كده؟ جميل، يبقى حضرتك شايفه يستحق. كابتن شريف نفس السؤال لحضرتك. لا طبعا، وليد سليمان ده من التالنتد الموجوده في مصر كلها. بس انا هقول لك على حاجه بالنسبه للمنتخبات. المنتخبات لازم تواكبها ان الجهاز الفني المعاون للاجانب، خصوصا لواحد زي مستر كوبر كده، لازم يبقى فيه بس يعني اتنشن، ناخد بالنا. مستر كوبر خد بالك من اللعيب ده، مستر كوبر ما فيش، زي ما قال فوزي اتفضل وقال، هو عنده كيان اللي هو الاحتراف بيستدعيه، الا اذا حصل اي اصابات زي ما حصل لمروان محسن كده هيبتدي يفكر في اي حد تاني. فلازم يبقى البديل موجود عنده، السي في بتاعته والريبورت اللي معمول عنه اعلاميا اولا. عايز اقول لك على حاجه، ثانيا الجهاز الفني المعاون جميع الاراء ان هي تتفق على ان وليد سليمان في هذه المرحله هو البديل الجيد، هو البديل الذي يستطيع ان يلعب ال 30 دقيقه او ال 40 دقيقه وليس الاساسيا، لان الاساسيا هنا محمد صلاح، محمد صلاح يملك مقومات في نفس امكانيات وليد سليمان في هذا المكان. فاذا هتلعب انت هتغير طريقه الاسلوب، هتغير له كل الدنيا لو هتشيل تريزيجيه بقى وتحط وليد سليمان. لكن حضرتك شايف انه كاوراق بديله امام الجهاز الفني قد يكون له دور في بعض المباريات مؤثر، هيبقى من احسن الناس اللي موجوده، لانه يعني يملك جميع العناصر اللي موجوده جوه لاعب الكره المحترف مش اللاعب الكره الحقيقي المحلي يعني. طيب هنرجع، يعني طبعا ده فرض نفسه علينا المشاهد اللي شفناها والاهداف واللقطات الجميله اللي تابعناها دلوقتي. شفت الفاول اللي جابه كابتن محمد الاخير ده؟ ده الفاول والسروهات لا زي بتاع ميسي اللي جاي لسه جايبه اكتر من باص من اجمل ماتش امبارح. ميسي لسه جايب فاول جميل جدا وكسر القرار في انه يبعت الكوره بهذا الشكل، وعنده الامكانيات انه يبعتها زي ما انت كنت بتتكلم على احمد الشيخ دلوقتي. احمد الشيخ ايه مقوماته؟ نوع على الثوابت والاشياء اللي هي بتناولها في رجله بدون انه يقدر يعني يتعب تعب فانيله النادي الاهلي وينزل يدافع وينزل الحاجات. احنا بنشوف وليد بيقدر يعمل كده، انما احمد الشيخ ما قدرش يعمل البصمه. عشان كده قلنا ان ده كان حديث مستمر في الوسط الرياضي وفي الاعلام الرياضي عن اداء احمد الشيخ الموسم الماضي. انا بكمل لك لأنه سؤالي. مساحه يعني مساحه المشاركه اللي اتيحت له وطريقه اداء ربما المقصه في الوقت ده كانت مناسبه له بشكل اداله فرصه ومساحه اكبر اظهر فيها كل امكاناته. محمد الحل قلت حاجه مهمه جدا، ينزل يدافع وليد. عارف لو وليد مهمته انه لغايه نص الملعب والحته اللي قدامنا دي هيكسر الدنيا. انا عايز اقول لك على حاجه، لكن بينزل لغايه ال 18 فوزي يعني اسلام محارب ميدو جابر يمكن مش قد احمد الشيخ في الفنيات العاليه وفي الكوره والفوت ورك بتاعه، انما ايه عندهم قوه عندهم داشنج وروح القتاليه وروح القتاليه ويقدر في نص الملعب اللي هو انا لسه الكوره ما جاتش عليا في نص الملعب يكون عامل حركه غير عاديه ومعطل الخطوط اللي جايه عليا.
احمد الشيخ من النوع اللي هو فوتبولر قوي يعني رافينيه بيسموه ناعم قوي في طريقه الاداء، تحب تتفرج عليه زيه زي جريزمان كده، يعني عامل زي جريزمان كده بتاع فرنسا يعني، انما عمري ما شفت جريزمان ده بينزل بعد نص الملعب يدافع، فهو من نوعيه اللعيبه دي. لكن حضرتك تميل للاعب المتكامل اللي هو مهاري ومميز في الهجوم جدا، لكن بيرجع يؤدي واجباته الدفاعيه زي اي لاعب في الفريق. الكره العالميه والشامله دلوقتي هي اللي بتفرض هذا الاسلوب يعني. وحضرتك مع الراي ده برضه، اللاعب المتكامل اللي عنده القدرات على الاداء انت بترجع تدافع عنه؟ لا احنا سؤال محرج بصراحه. شريف كان، خلي بالك، كان قوي جدا وكان سريع جدا، ويعني كابتن شريف كان لاعب قوي يعني بدنيا كمان، ناحيه اليمين الصراحه كان هايل، فكان ما بيطلبش منا نرجع ندافع كتير، كان يجي يقول لك ايه اقف عند نص الملعب. لو تفتكر كان مستر ريدوكوكي، انا ما كنتش اسمع الكلمه دي بقى، كنت انزل امسك الوينج بتاعي والباك بتاعي اللي بحب استلمها من تحت، عشان انا عارف ان في راس حربه معايا عايزها يقدر هو ينفذ فيها جميل، فبقى عندي ثقه في فوزي، عندي ثقه في جمال عبد الحميد، عندي ثقه في حامد عباس، عندي ثقه في الكبرى، في الساحر الاسطوره محمود الخطيب يعني. طبعا. وفي الحالات دي اللي انا كنت بعملها من ناحيه اليمين اللي كان بيقول فوزي عليه، في غياب العملاق اسرع ما جاء في الكره المصريه مصطفى عبد مصطفى، ربنا يديله الصحه طبعا، النجم العالمي لينا اللي عملنا كلنا بعرضياته كلها. انما وانا لعبت في لونج ليفت كنت بقطع على طول من اروح على جول، الاقي بقى فوزي يروح ماله بالراحه كده، فوزي يجيب عنده الملكه فوزي حتى ان هو ياخد القرار زي ما كنا بنتفرج على وليد، نروح لعبها مره واحده كده فاجئنا نلاقيها في الجول. اقول لك على حاجه، معلش مش عايزين نخرج، ولو في ذكريات من دي هي دي السياق ده اللي انا هقول لك اسماعيلي نسمعها. في فوز اهلي واسماعيلي واهلي واتحاد، انا كنت هلعب ماتش اتحاد اسكندريه وموقوف من اتحاد الكوره، والنادي الاهلي ما كانش عارف الجواب، ما كانش وصل، وبسخن فجالي فتحي نصير قال لي انت بتعمل ايه؟ انت موقوف، تعالى اما اشيل لك وقفه. جريت على كابتن حسن حمدي، كان فوزي سكوتي بره ال 18 يعني معانا في الفرقه بره ال 18، هديك بس الحاجات اللي هي ربنا طبعا بيبعتها واللعيب ده نوعه ايه وشكله ايه. وانا خرجت بره الفرقه، حسن حمدي قال لي ازاي خرجت بره الفرقه؟ جه فوزي سكوتي الاحتياطي دخل جوه الفرقه، ما كانش احتياطي دخلوه جوه الفرقه، وقعدت اتفرج على الماتش 0-0 بتاع، احنا كنا بنلعب على ملعب الاتحاد لو تفتكر الرمل ده الشاب الصغير ده، وكانت ولادة فوزي سكوتي. خطيب خرج عنده شد خفيف كده على ما اعتقد حاجه، نزل فوزي سكوتي جاب يا محمد احلى جونين وكسب النادي الاهلي، واعتقد ان من الاثنين بونت اللي هم يعني كنا لازم نسبق الزمالك وناخد الماتش ده عشان ناخد الدوري، ولعب ماتش ورد علينا ماتش في الاسماعيلي راح لعبها بره. فنوعيه اللعيب الموهوب التالنت لازم يواكبه بقى ما يعوضه ناحيته، فكوبر وهو بيشتغل على انه يحط الفرقه بتاعته عايز ما يعوضه من التاكتكس اللي هو بيلعبها، ان هو بيطلع من تحت ده لعيب مجهوده وافر، عنده سبرنتات، بيرجع يدافع محترف عشان ما حدش يقدر يكلمه ويجي يقول له انت جبت ده ليه ولا عملت ده ليه. اولويته للاعب ده راجل تمن وكذا بره العالم، انتوا بتفهموا اكتر مني، انا ما بفهمش اكتر من الناس اللي اختارته. فهو زي ما الفوز، انما هتيجي تحط وليد سليمان، الحظ اللي يواكب وليد سليمان انه ينزل في ماتش زي منتخب ياخده في الماتشات الحبيه دي ممكن ويروح مترجم له جول. ولا الحقيقه كمان عشان ما حدش يفهمنا غلط من المشاهدين وهم بيسمعوا حضراتكم بيسمعوني دلوقتي، ما شاء الله ربنا يوفق محمد صلاح ويستمر على نفس المستوى ونفس الاداء، وتجربه من اندر او ربما هي افضل تجربه احترافيه حتى الان، وان شاء الله تكتمل بنتائج افضل ومستوى اعلى من الانديه. هو يستحق ده وبيجتهد ويعني عنده الجلد وعنده الاراده اللي تخليه يوصل لده في الفتره الجايه ان شاء الله، والقدرات كلاعب والمجهود والاجتهاد والتركيز وكل شيء. هو الحقيقه محمد صلاح خارج الحسابات الفتره دي وخارج المنافسه بالنسبه لاختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر، عشان كده احنا بنتكلم بشكل عام. انا محمد صلاح مش بس محترف، ده هو محترف له درجه عاليه جدا من التركيز وثبات الاداء والمجهود دفاعا وهجوما، فهو خارج حساباتنا واحنا بنتكلم وخارج المنافسه يعني. ده معمول حسابه بره يعني بره دلوقتي المنتخب، ريال مدريد والحتت دي. لا 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 مش غير ما هو عشان كابتن شريف ضرب مثال بقدرات صلاح. لا انا بقول صلاح بيدي مثال بس. صلاح محتاج النوعيات دي جنبه يعني، صلاح لما يبقى عنده السرعات دي جنبه يبقى بيريحه طبعا، يقدر يعمل هو الكل. العين بقى تتاخد الناحيه الثانيه، احنا عندنا في الكوره لما فوزي ياخد الكوره شويه انا اقدر اعمل اللي انا عايزه. لما اي لعيب بقصد هنا لما بيبقى في كذا عنصر سريع يريح مؤثر في الملعب بيوزع الضغط على اللعيبه دي كلها ويشتت الدفاع. ده في حاجه ثانيه، بيبقى عندي فراوده جامدين وجامد بيريح نص الملعب وبيريح الديفنس بتاعي اللي مش هيفضل علي جبر كان وحجازي تك تك تك، ما مش هينفع الاثنين دول، عايزين نفس، عايزين ناس تقدر بتهجم توقف غانا، ويخلي الجهاز الفني عنده عناصر كتير من عندها الحلول الفرديه. تعرف يا كابتن شريف يعني انت برضو في عز ما انت محتاج اللي هي التالنت واللي يبقى جامد ويتحرك وينزل ويدافع، في واحد يخلص يعني، في لعيبه بتبقى هي بتعرف تخلص الماتش بحركات فنيه بحاجات كده بيخلق لك فرصه، في علامات في الملعب يا فوزي خليني اقدر اخلص الماتش. ساعات بيعمل لك حركه زي الجون اللي شفناه بتاع الرجاء لما عمله الباسم على طول، عمل له يعني عمل له تشيب صغيره كده. فاكر عمر جمال حطها جون؟ اه طبعا.
طبعا. ليه كان بياخده كوبر؟ انا هديك مثلا بقى واحد من عند كوبر يعني مش من عند ومن نادي الاهلي ومحترف دلوقتي في اوغندا في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا ليه بياخدوه؟ عنده من السرعه وعنده من الاتاكينج وعنده من التكوف وعنده من جميع المواصفات انه في هذا المكان يقدر يساعد محمد صلاح انه يلاقي له محطه موجوده. كمان كنا زمان كنا بنقصد عمرو جمال. عمرو جمال. كنا بنتكلم على والشيف قصده على الحته دي بنعاني باسم مرسي. انت فاكر باسم مرسي حاولنا معاه كتير قوي في المنطقه دي انه يعمل لي محطه واتاخد منتخب ده. جابوا كوكا في نفس المكان. انما فاعليه عمر جمال ما كانتش عمرو جمال ما كانتش موجوده غير في عمرو جمال. انتاج الاهداف وانتاج المكانه وانتاج السرعات غير في عمرو جمال. كان في مروان محسن كويس. مروان محسن اتصاب. هو كان الامكانيات الموجوده ليه كل ده انت بتتكلم. انا عايز استغل ورايح الراجل اللي هو زي ما انت قلت انا ما بعيش بنفسه. انا عندي لا طبعا احنا بنتكلم عن عندي فيري فاست بلاير اللي هو السبرنتر اللي هو اللي دلوقتي اكتسب شخصيه كمان امتى بيقف وامتى بيروح وامتى بينزل في نص الملعب وامتى بيلعب ناحيه اليمين وامتى ناحيه الشمال. بس دي كلها بامكانيات منظومه كامله يا محمد زي ليفربول وزي امكانيات اللعيبه اللي موجوده جنبه. انا اتمنى ان لعيبه مصر عشان كده بتكلم على وليد سليمان يبقى موجود ان لعيبه مصر كلها تبقى زي لعيبه ليفربول اللي هي بتخدم على محمد صلاح اللي هو محمد صلاح بيلعب وهو متاكد ان الديفندر ده شغال والنص الملعب ده معاه وان الفيرود ده اللي راح اتباع في الحته جاي احسن جاي جنبه حد من نص الملعب اللي هو بيكمل معاه. فبقى عنده حريه انه يشوط عنده حريه انه يباصي عنده حريه انه يدافع. محمد صلاح بينزل يدافع كمان في انجلترا وفي منتخب مصر دلوقتي بيدي يعني عنده الملكه هو مولود بيها كده. فانا بكلمك بس على الشكل لاعب الكره اللي انت بتتمنى انه يكون موجود جوه المنتخبات او جوه الفرق الكبيره زي الاهلي والاسماعيلي والزمالك انه يبقى صاحب الشخصيه. طيب انا مش عايز الوقت ياخدنا من القضيه الرئيسيه. طبعا الكلام ده مهم اللي حضرتك بتقوله الكابتن فوزي. ده مهم يا كابتن محمد بس تكمله لشريف راس الحربه اللي هو بيتكلم عن ده. بيتكلم عن عمرو جمال يعني برضه مثال عمرو جمال لما الاصابه اللي جات له عمرو جمال كان هيبقى برضه جامد. ما هو دي قضيه برضه خلافيه بما ان حضراتكم طرحتوها وكابتن شريف اشار لاسم حضرتك بتاكد انه كان هيبقى لاعب يعني له شان كبير جدا كمهاجم وان شاء الله لسه عنده الفرصه. عمرو مش كبير. لا 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 لكن هو عمرو له مرحلتين من الاداء. في مرحله البدايه والظهور كان اكثر من رائع وقوي جدا ومبشر جدا. وفي مرحله لاحقه عليها بعد عودته من رحله العلاج والتاهيل والاستشفاء ان في ناس كانت لسه بتقول عمرو مستواه عالي جدا وحافظ على مستواه وادائه جيد وناس بتنتقده وبتقول فقد كتير من تميزه. وانا ما عنديش تفسير لده يعني مش عارف حضرتك وكابتن فوزي شايفين. لا بص يا كابتن فوزي يحس بيه عشان يعني أنا كان بيلعب في المنطقه لا دي. عمرو جمال لما زمان كان وهو لسه طالع الحماس والقوه بعدين شريف جات له الاصابه اصابه لعنه قعدته بعدته جامد جدا ولكي لو ما ترجع من اصابه يعني هو اصابه جامده جدا بعدته شويه ولما رجع كمان التوفيق بتاع ربنا ما كانش معاه قوي يعني انت عارف انا هنا كنت بتكلم كمان عن معدل التهديف في فتره الرجوع ما كانش مهم قوي للفيرود يعني انا بشوف ميسي ورونالدو لو ما سجلش هدف وكسبان 4 طلع زعلان كنا احنا برضو نفس الكلام وليه فوزي يعني بص عمرو جمال اهو يعني بنشوف فوزي عايز اقول لك وليه حاله الفريق ساعه لما هو رجع بعد الاصابه بتاعته كانت لسه في تكوين كانت لسه لسه مش بقوه الفريق مش بقوه اللي هو الوقت اللي كان بيلعب فيه والاستقرار اللي هو موجود فيه الجون ده اللي بيقول عليه بدايات الدوري يا فوزي غير نهايات الدوري الحته اللي انت بتقول عليها شوف بص اللعيب عامل متابعه المتابعه وشايف وعامل وكل حاجه والجون اللي هو مكسبك كاس مصر مش هو اللي اتعادل مع طيب احنا عندنا كمان مهاجم تاني يعني الاداء طبعا باجماع الاراء متميز جدا عمرو جمال هنرجع له بالحديث وربما يكتسب خبرات اكتر في تجربته الاحترافيه ويعود ليكتسب حساسيه التهديف اكتر ومعدل تهديفه يزيد او يعود لسابق عهده او شانه فنيا وبدنيا في الملعب في بدايه ظهوره زي ما قال الكابتن شريف وكابتن فوزي. لكن احنا ننتقل للحديث عن مهاجم اخر بنحتفل بعيد ميلاده النهارده وبيحتفل زملائه في الجهاز الفني والفريق كمان نجوم الفريق الاول بعيد ميلاده جونيور اجايي واعتقد انه باجماع الاراء هو من افضل اللاعبين المحترفين حاليا ومن افضل المهاجمين في الدوري المصري واضافه كبيره وكمان اداؤه بيتطور مع الفريق. طبعا هنرجع للاستماع الى تقييم وتحليل اداء جونيور اجايي مع الاهلي في الفتره اللي فاتت مع كابتن فوزي سكوتي وكابتن شريف عبد المنعم لكن خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. استطاع النصر النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي في نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية موسم 2016-2017 وكان ذلك مقابل $2,500,000. جونيور الوافيمي أجايي
هو أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية نظرا للمرونة التكتيكية التي يتمتع بها، حيث يستطيع اللاعب في مركز الجناح أو المهاجم الصريح، هو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد عليه كأساسي في معظم المباريات. ولد أجاييه في 29 من يناير عام 1996، لعب لنادي ليون النيجيري قبل أن ينضم إلى نادي الصفاقس التونسي الذي سجل معه 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، نال بطاقتين صفراوين، كان يرتدي الرقم 11 مع فريقه السابق والرقم ذاته مع منتخب نيجيريا الأولمبي، فيما شارك في 15 مباراة مع الأهلي هذا الموسم بالدوري، سجل خلالها 4 أهداف، صنع 7 أهداف أخرى، فيما أحرز أول هدف له مع الفريق أمام الاتحاد السكندري في الموسم قبل الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. كان يقود الاتحاد وقتها ابن الأهلي مختار مختار. خاض جونيور 15 مباراة مع منتخب نيجيريا الأولمبي، سجل خلالها 10 أهداف، وشارك معه في الأولمبية بريو دي جانيرو التي أقيمت في البرازيل عام 2016. حصل مع منتخب بلاده على المركز الثالث في نفس البطولة بعد فوزه على الهندوراس ب3 أهداف مقابل 2. نسر الأهلي، جونيور أجاييه. هابي بيرثدي أجاييه، هو بيحتفل النهارده بعيد ميلاده رقم 22، تم 22 سنه. وهنسمع سريعا تحليل طبعا نجمينا في الاستوديو كابتن فوزي والكابتن شريف لاداء أجاييه في الفتره اللي فاتت، والى اي مدى بيمثل اضافه حقيقيه للمنافسه في الدوري المصري ولاداء النادي الاهلي وخط هجومه. كابتن شريف، هقول لك على حاجه يا راجل. اولا اخلاق لاعب كره محترف يقدر يحترف في اي حته وينجح، اسلوبه وامكانياته والموهبه اللي عنده موهبه قراريه شخصيه تقدر تتمكن في الدخول مع اي فريق بسرعه، ان هي تجعل لنفسه وجود، يعني يقدر ياخد عينيك. احنا فلافيو طلع عينينا سنه ونص عشان احنا كل شويه نقول هو جيتا هو مش عارف ايه، لغايه لما الفتره دي اللي كان فيها هدف واحد، لغايه لما جيلبرتو عرف يوديه على الجول ويعرف يعمل له العرضيات وترجم البطولات كتيره بدماغه، والحقيقه ليه وجود. انما هذا الولد كل سنه وهو طيب ويديله العمر ربنا والصحه، انه يعني قدر يخش جوه فرقه زي فرقه النادي الاهلي ويضع مكانه لنفسه بشخصيته بادائه، ما خافش، لعبه الحر، قدر يترجم مع انت عارف احنا عندنا في الكوره لما نيجي نلعب ويجي علينا لعيب جديد لو ما بصلناش وما لعبش معانا مش هنشوفه ولا هنديله، ده قدر يكسب حب اللعيبه كلها اللي في وسط الملعب في الاجناع في كل، بقوم يفرحوا ان هو بيجيب جول، ما حدش بيبقى زعلان انه هيلعب مكانه او هيلعب. فاهم قوي يعني ايه تيم ورك يا كابتن، فاهم يعني احترافيه الحقيقه الراجل، فاهم يعني ايه تيم ورك اللي هو زي يعني شكل النادي الاهلي، مقامة النادي الاهلي في افريقيا كلها حابب انه يكون موجود في هذا الكيان، فان اللعيب المحترف اللي بيقدر يترجم ويجعل لنفسه وجود هو ده بيبقى نابع من عنده، ده مولود بيه، وقلت لك اخلاقه بتجعله حتى في الملعب الناس كلها حباه الحقيقه، الجماهير كلها حتى لو اخطا أجاييه، حتى لما ساعات نقعد مع كابتن حسام يقول لك النهارده أجاييه مش كويس انا مش فايق مش مستحملينه، عارفين انه هيرجع تاني، عارفين ان هو يمكن في ارهاق في تعب في اي حاجه، انما هو البيزك بتاعه او الاساس بتاعه والقوام بتاعه قوام فعلا محترف يقدر يلعب في اي حته في العالم مش النادي الاهلي بس. كابتن فوزي، تقييمك لنضج اداء أجاييه مقارنه بعمره، عنده النهارده 22 سنه بس. هو زي ما قال الكابتن شريف وانا بقول له كل سنه وانت طيب، وأجاييه 22 سنه يعني ده لسه يعني بنقول بيبتدي الاحتراف بتاعه، وممكن يتخطف بره يشوفوه، لو شافوه بره ممكن يتاخده على طول. لكن أجاييه انا يعني انا وانا المدرب مطرح الكابتن حسام البدري ابقى فرحان عندي واحد زي اللعيب زي ده، عشان كده ما اقدرش استغنى عنه، لانه ممكن بيلعبه في نص الملعب، ممكن بيلعبه على الجنب، ممكن بيلعبه راس حربه لو احتاجه، ممكن لو احتاجه بيرجع يدافع ورا 18، ينزل لغايه 18 بتاعه في القرانه والحاجات دي كلها بينزل يدافع. فزي ما قال الكابتن شريف كده فعلا لعيب مميز ولعيب جميل ومش تقليدي. وانا زي ما بقول لك كان في ماتش الاهلي والزمالك كان عمل ماتش حلو قوي قوي قوي، يعني كان
وبعدين زاد يعني زي ما بنقول كده بيبتدي في الكوره بيوصل للمستوى الجميل بقى بيبتكر يعني دلوقتي لا بقى بيمسك الكوره ويسلم. وشفنا الماتش اللي فات بتاع الرجاء عمل الكوره لوليد ازارو عمل لفها له بظهره يعني عملها لفها له راح دخل ال 18 وليد ازارو بسرعته راح خدها حطها جول يعني خلق فرصه الملعب كله شايف. خلق فرصه يعني وصعبه اتعملت بطريقه جميله جدا اللي راح عملها من هو في ظهره وجبناها هتلاقي الباك في ظهره راح عاملها من وراه ومن ورا السيرد باك الثاني راح وليد ازارو حطها جون جميل يعني بنشوف اهدافه موجوده على الشاشه متابعه ليه حتى في الكره دي يعني الكره داخله الجون والباقي اهو يعني بيخطف على طول ما بيستناش عامل زي الصقر يعني بيطلع على طول طق على طول ما بيرحمش. والمدربين لما بنشوف المدربين لما بيجي اي مدرب زي ما قال المدربين لما اتكلموا واتكلموا على فرقه النادي الاهلي قال لك انا همسك مين ولا مين يعني في لعيبه كتير يعني لما بيجي يعمل خطه كابتن شريف انت عارف هاجي بقول امسك شريف عمنا ولا امسك الخطيب ولا امسك مصطفى عبد بقول لهم ايه على قد ما نقدر نقفل على قد ما نقدر ما يدخلش فينا جون بدري بيتقال الكلام ده على قد نتماسك على اساس مرضه ايه يبقى شكلنا حلو لكن هم عارفين يعني لما يكون عندي اجايده لعيب كويس ومعاه وليد ازارو يعني يمكن محمد صلاح لو رجعنا للكلام تاني يتمنى ان واحد زي وليد ازارو معاه هيعمل له فرص كتير لصلاح ايه يا كابتن فوزي عشان بيضغط طول الوقت على الدفاع سريع اولا السرعه اللي عنده وبعدين بيتحرك في كل مكان وبعدين محمد صلاح يقدر يعمل له كوره شبه الصغيره بتاعته دي لان برده انت محتاج لعيب زي وليد سليمان يعني بيعمل زي عبد الله سعيد بيعمل لك عايز اللعيب اللي قدامه اللي بيتحرك عشان اعمل له كوره اقول له روح خد هات تجيب جول كان يعني ربنا يديله الصحه كان صفوت عبد الحليم كان معانا كده كان في نص الملعب كان يلا بس اجري يعني مره كنا في ماتش السويس شوف فقال لي بص يا فوزي الملعب طبعا في ماتش السويس كان في السويس والارضيه بتاعته معظمها رمله وهوا وفيها هوا وهوا جامد وناحيه الجون بتاع السويس الارض رمله قال لي بص يا فوزي انا هعمل لك الكوره وانت بسرعتك روح بس مالكش دعوه وفعلا جات له الكوره رحت انا فاتح جاري فعلى 18 بالظبط الجون بتاع السويس كان طالع واثنين معايا سترايك باكين داخلين في ظهري يا دوبك شط الكوره شطها بالرمله يمكن جت في وش الجون ولا حاجه ودخلت جون وكسبنا بيه 1-0 يعني شوف في حاجات ده كان ملعب ايه ده الملعب ده ملعب السويس في الوقت ده في السويس كان ايام بقى الملاعب ما كانتش زي دلوقتي فلما يكون عندي لعيب زي اجاريا يا كابتن محمد ده لعيب كامل مكتمل عنده المقومات اللي انا كنت بتعتمد عليه هو اعتقد كمان يعني الخبراء والمحللين الفنيين والجمهور والتاكيد الجهاز الفني بقياده كابتن حسام راضيين جدا عن ادائه ومتوقعين منه كمان اكتساب خبرات ونضج اكتر في الاداء في الفتره الجايه وزياده انتاجه من ناحيه التهديف والفرص اللي كمان بيوفرها لزملائه في الملعب والضغط على الخصم طبعا اكتر من عنصر متميز جدا في اداء اجاي اللي بيأدي الدورين زي ما قال كابتن فوزي كابتن شريف عبد المنعم سواء كراس حربه او كلاعب وسط مهاجم واحيانا كبلاي ميكر صانع لعب. احنا طبعا الموضوعات خدتنا شويه والحديث عن نجوم متالقين في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت وقلنا طبعا كلمه زملائه بيحتفلوا بيه دي بنقصدها مجازا لان بكره في تركيز في مباراه في معسكر وعارفين قد ايه التزام الجهاز وكابتن حسام مع اللاعبين فهتكون في اضيق الحدود لكن كل سنه وهو طيب وان شاء الله يكون من العناصر المتالقه في لقاء الاسماعيلي غدا. انا اعتقد هيحتفلوا بيه بعد الماتش. اكيد بعد المباراه دي احنا عايزين نرجع لذكريات حضرتك والكابتن شريف مع مباريات الاسماعيلي لكن زي ما بدانا وعرضنا قائمه النادي الاهلي في البدايه عندنا خبر ثاني مرتبط بقائمه الدراويش لمباراه الغد لمواجهه الاهلي قائمه الاسماعيلي تضم 19 لاعب الجهاز الفني للاسماعيلي بقياده محمد محسن ابو جريشه القائم باعمال المدير الفني وتولى المسؤوليه في الفتره الاخيره الكابتن محمد محسن و هو القائم بعمل المدير الفني حاليا والمسؤوليه الفنيه ملقاه عليه بشكل كامل وتضم القائمه لملاقات الاهلي 19 لاعب في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد مجدي في الدفاع محمود البدري ومحمد ابو المجد وايضا محمود متولي وريتشارد بوفور واحمد ويدار ومحمد هاشم في الوسط حسني عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي وعمر الوحش ومحمد صادق وابراهيم حسن واسلام عبد النعيم ووجيه عبد الحكيم وكريم بامبو واخيرا في خط الهجوم دييجو كالديرون وموسى كمارا. في البدايه كان اعلن الكابتن محمد محسن ابو جريشه عن 22 لاعب
قبل ما يتم استبعاد 4 لاعبين من السفر الى الاسكندريه، وهم محمد فوزي وباهر المحمدي وتوماس ايبي وشكري نجيب اللي كان معار لفريق المقاولون العرب فيما ضم الجهاز للقائمه اللاعب الجديد هو محمد هاشم، ولم ينتهي الامر الخاص بالاعاره من عدمه او استعاده اللاعب المعار، والامر مستمر طبعا بحثه بين المقاولون العرب والاسماعيلي، وكان في ايضا موقف بيستنكر فيه نادي المقاولون العرب هذا الموقف او هذا التصرف الخاص باستعاده اللاعب او انهاء بشكل مفاجئ للاعاره. تعليق حضراتكم على العناصر الموجوده غدا طبعا امام الجهاز الفني الاسماعيلي بقياده محمد محسن ابو جريشه. كابتن شريف، والله هقول لك على حاجه، ان انا يبقى في مدرب بيجي قدام نادي الاهلي زي ايهاب جلال كده ما مسك يوم ماتش الاهلي والزمالك، انا بشفق على المدرب لانه اكيد هو متابع جيد لفرقته بتاعت الاسماعيليه، انما الوجود على الخط والدخول واتخاذ قرار انه ياخد فرقه ويعمل تشكيل معين، هل هيخش على زي ما ابو طالب الاسود كده كان شغال وراجل اجنبي اللي قبله كده وهيشوف الملعب لسه ويتعرف على الناس ويشوف الاداء، ولا هو ذاكر فعلا المنظومه كلها بتاعت الاسماعيلي، ولا هياخد القيم اللي هم موجودين رؤوس الحربه من نص الملعب من العمود الفقري لفرقه الاسماعيلي، هو ده انا بشفق عليه عشان كده الحقيقه. هو ويجي لاعب النهارده ما بيلعبش مثلا فرقه زي ان هم بيحاربوا ان هم يكونوا موجودين جوه الدوري، انما هو بيحارب اقوى فرقه اللي هي متفوقه عليه بهدفين في قمه ادائهم. يعني النادي الاهلي تفوق على الاسماعيلي المباراه اللي فاتت في قمه ادائها، كالدرون في العارضه وحسني بيلعب فوق المستوى المطلوب منه الحقيقه وقدم كل حاجه، ودي طبيعه اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتدي كل ما عندها. فهل بكره ان شاء الله، انا مش هسمي مسميات ولا هقول ان محسن ابو جريشه هيعمل الحاله السحريه ولا هيبقى ناصر صلاح الدين بكره، انما هيبث الروح، بس هو اللي بيلعب النادي الاهلي بكره ولاول مره بيمسك الفرقه عمليه بث روح، يبث الروح اللي هي تقدر تخليه موجود على الكيان وفي الارض قدام النادي الاهلي. ولكن نادي الاسماعيلي فريق كبير جدا محترم جدا، هو اللي بيتابعك وهو اللي كان متصدر المنافسه الدولي. حاليا بين يعني المباراه غدا بين المتصدر الاهلي 48 نقطه وفي المركز الثاني فريق الاسماعيلي 42 نقطه. الاهلي من الطبيعي ان هو بيلعب على المركز الاول، وده كل الناس عارفه كده كويس، ومش من الطبيعي انك انت تلاقي في حد دايما بيدبدب وراه وبيعمل معاه، ودايما الفارق بيبقى متسع، واحنا لسه عندنا مباراه المقاولين متاخره، يعني انت النهارده فرق سبع الاهلي 19 مباراه والاسماعيلي 20 وثلاث نقاط ان شاء الله تكسبهم في المباراه يبقى 10 نقاط، وتكسبه كمان النهارده يبقى 13 نقطه، يبقى زي ما انا قلت المفروض الاهلي قبل الدوري بخمس ست مباريات اسابيع هما يبقوا 12 نقطة بالظبط زي ما حضرتك قلت، في ست نقاط فرق وفي مباراة مؤجلة ومباراة الغد، يبقى روح الدوري او مكانة الدوري الطبيعية ان هي موجودة في القلعة الحمراء. يعني بالارقام والحسابات حضرتك بتؤكد انها مباراة مهمة جدا بكرة في السباق خاص بالدوري، ما فيهاش غير مباراة كؤوس بكرة. هو الاهلي بيلعب السنة دي كل الماتشات مباراة كؤوس، بيلعب الرجاء زي النصر زي لازم يكسب عشان ياخد الثلاث نقاط. الاداء المتميز اللي شفناه في طلائع الجيش ومصر المقاصه، انا ما شفتش الرجاء عشان كنت في السعوديه، هو ده السمه بقى خلاص اللي احنا بنمشي عليها. فتعليمات اي حاجه كلنا مقدرين قوه نادي الاسماعيلي ولاعيبته وقد ايه بكره هيبقوا على قدر كبير قوي من الجري ومن الاداء ومن احترام النادي الاهلي، ان اللي بيحترم النادي الاهلي بيبقى له وجود في الملعب، ما بيحترمش اداء ولاعيبه النادي الاهلي. اسرع فرقه في مصر دلوقتي او ما اعتقد في افريقيا على العموم ان هي بتعمل الكونتر اتاك وبتروح على الجول من كذا لمسه، ثلاث اربع لمسات زي ما احنا قلنا بنلاقي كرة جوه الجول. فلازم يبقى في حسابات لصلاح ابو جريشه لفرقه النادي الاهلي محسوبه، لمحسن ابو جريشه محسوبه، محسوبه في جميع الخطوط اللي عنده، كان من ناحيه نص الملعب والفراوده وفي الاخر الدفاع وحارس المرمى. كابتن فوزي، هل المباراه لها اكتر من اهميه او اكتر من بعد خاص باهميتها بكره، سواء بنتكلم عن زي ما حضرتك قلت ان دي مباراه بتعد دايما ديربي وشبهتها في البدايه بلقاءات القمه بين الاهلي والزمالك، وايضا انها على ارض الواقع وبالحسابات والارقام والحقائق هذا الموسم هي مباراه المنافسه في الفتره دي على قمه الدوري الممتاز، لان الاهلي هو المتصدر والاسماعيلي في المركز الثاني. تمام. بص يا كابتن محمد، زي ما قال الكابتن شريف، بكره ديربي اهلي والاسماعيلي زي ما احنا بنقول اهلي وزمالك. احنا شفنا ماتش المقصه، وكان المقصه في الماتشات اللي قبليها كلها اداؤه كان وحش، في جه ماتش الاهلي كان حصل ايه؟ كل اللعيبه والجهاز الفني وكله مصمم يقدم مباراه كويسه، وفعلا وتقدموا 1-0، بس طبعا عشان النادي الاهلي عامل حساب الماتش ده ربنا كرمه وفاز بالماتش. هتلاقي ماتش بكره برضه يا كابتن شريف هتلاقي نفس الكلام زي مصر المقصه، هتلاقي الاسماعيلي بيبذل مجهود جامد جدا،
عنده كالديرون اللي راس الحربه بتاعهم زي ما بنقول اجاير خطاف يعني. يعني برضو لازم يتعمل حسابه كويس لانه لعيب كويس وهداف بتاعهم بتاع الفرقه. معاهم حسن عبد الرب خبره بتاعته يعني ده برضو معاهم حارس مرمى كويس يعني محمد عواد من حراس المرمى اللي احنا بنقول عليهم يعني بنزكيهم دلوقتي بيقول لك يدخل المنتخب والحاجات دي. فعنده مقومات الفرقه برضو كويسه. ظروف كان طالب العسوي ان ظروفه يعني كان جاي برضو والنتيجه الفرقه الجماهير الاسماعيليه مش عايزه تصبر عليه لان هو بشكل عام كمان اعتقد يعني حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول كان اداء ومؤشرات اداء وارقام فريق الاسماعيلي بشكل عام افضل في الدور الاول وبيفوز ونتائجه كويسه وماشي كويس كان مع راجل خواجه وماشيين كويس جدا جدا. كان معاه محمد محسن ابو جريشه فهو دلوقتي محمد محسن ابو جريشه عارف الفرقه كويس لان هو كان مع الراجل الاجنبي الفرنساوي لكن هيكمل مع فرقته وهتلاقي زمالك في الشريف برده هيلعب على الناحيه النفسيه ان هنلعب مع النادي الاهلي ولازم نادي كويس لازم مظهرنا كويس عشان يرضي برضو الجماهير اللي موجوده بتاعت الاسماعيلي لان برضو بيقول لك الديربي اهلي واسماعيلي. طب ومن منظور الكابتن حسام البدري يشوف اهميه المباراه دي ازاي؟ زي ما احنا قلنا والكابتن شريف قال دلوقتي ده الماتش ده انا بعتبره بستة بونت مش بثلاثة بونت. هو هتلاقي الكابتن حسام نفس الكلام وماتش بالنسبه له هيفرق جامد جدا هيريحه في الدوري هتريحني خلي بقى الفرق كبير مع اقرب منافس 12 بونت ابعد وبلعب براحتي وعندي اللعيبه عايز بقى اجرب لعيب معين عايز انزل لعيب معين عايز اوقف لعيبه على رجليه فيقدر يتحكم فيه قبل غير لما يكون بقى بينه وبين الاسماعيلي مثلا نقطه او بونت او حاجه زي كده ما ينفعش طبعا. لكن هو دلوقتي لو ربنا كرمه كابتن حسام بكره ان شاء الله يعني وهيبقى فرق 12 بونت هيلعب براحته وعنده لسه ما بقولش خلص لسه فيه برضه بس كل ما بفرق زي ما عاملين زي الفرقه بتاعت بره زي برشلونه دلوقتي فارق بعيد عن ريال مدريد بيهبط ريال مدريد. لا هو ماتش بكره فوزي ما يتقسمش على اثنين. لا ما فيش. لازم تكسب ان شاء الله. ان شاء الله لا ان شاء الله خصوصا ده المنافس اللي بيمشي وراه. ما ده اللي هيمشي وراه حتى. حصل يعني حاله التعادل ماشي اوكي بس الماتش ده بيديك انا بقول لك 60% افضليه كبيره جدا ما هو ديربي ونتمنى وانت نطلع عارف كده ويطلع ماتش حلو يعني ما انا قلت انت ما بتحبش بس ايه تتبع لا 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 يعني اصل انا تملي بقول الكوره يعني تملي بالكوره واحنا اتعلمنا اتعودنا ان احنا بنلعب ماتش يا كابتن محمد من صغرنا واحنا في النادي الاهلي ان اي ماتش زي الرجاء زي الاسماعيلي زي الزمالك زي المصري بس بتختلف في الاسامي دي مباراه الدور الاول اللي انتهت بفوز الاهلي 2-0 وهنقول سريعا واحنا بنشوف اللقطات دي مع حضراتكم مع مشاهدينا الارقام الخاصه بالفريقين هذا الموسم. الاهلي لعب 19 مباراه فاز في 15 تعادل في 3 وخسر مباراه واحده له 43 هدف وعليه 12 هدف والفارق 31 لصالحه طبعا واجمالي النقاط حتى الان 48 نقطه. الاسماعيلي في المركز الثاني لعب 20 مباراه فاز في 12 مباراه تعادل في 6 مباريات خسر مباراتين له 32 هدف وعليه 16 والفارق 16 هدف لصالحه واجمالي النقاط اللي حصل عليها حتى الان 42 نقطه. طيب عايز واحنا بنشوف اللقطات دي ارجع مع حضراتكم مع المشاهدين شويه لتاريخ المباريات وللفتره اللي كنتوا فيها متالقين في الملعب ومن نجوم الفريق. ايه اكتر حاجات حضرتك فاكرها وهرجع طبعا لكابتن شريف بنفس السؤال عن لقاءاتك وقت ما ان كنت من نجوم النادي الاهلي امام الاسماعيلي. المباراه دي كان ايه الصعب فيها قوي؟ مختلفه في ايه؟ حساباتها ايه؟ الطريقه اللي كان الاهلي دايما بيقول انه بيلاعب بيها الاسماعيلي وقتكم ووقت جيلك تحديدا. يعني انا بص يا كابتن محمد يعني ماتش الاسماعيلي ده كان الاهلي خلي بالك كان لسه راجع من افريقيا والحاجات دي برده ما كانش زي دلوقتي. فهتختلف جدا النادي الاهلي واقف على رجليه صح يا كابتن شريف؟ واقف على رجليه لعب ماتشات كويسه في ثقه كويسه قوي في اللعيبه بتاعته فتختلف بكره غير الماتش الاولاني حتى من الاهلي حضرتك تقصد الاهلي جاء افضل فنيا من وقت المباراه في جميع من اول ماتش النصر في الدور الثاني والنادي الاهلي ما شاء الله يعني يمسك الخشب يعني ادى وهل نقدر نقول صراحه يعني حضراتكم متفقين مع الاراء اللي بتقولوا ولا مختلفين مع اللي قالوا ان المدير الفني كان ماشي معاهم الفرنسي كان ماشي بشكل كويس جدا ومنعكس اداؤه على الفريق وان غيابه اثر بالسلب بدرجه ما على الفريق يعني هو المدرب طبعا رأي كابتن شريف يعني انا يعني المدرب من ضمن المنظومه بتاعت اي فريق من مجلس الاداره للمدير الفني للعيبه لعامل اوضه اللبس كل دي منظومه فما اقدرش اقول ان يعني واحد لوحده بس المدير الفني لكن هل حضرتك شايف انه كان عامل اضافه للفريق كان عامل فرق لصالح لغايه النتيجه هو الراجل لغايه لما جات له ان هو يمسك المنتخب بتاع اوغندا وما صدق وهو الاول قال لك يعني خطوه حلوه طبعا بالنسبه له والله انا ما اعرفش هو طيب انا عايز اخد رايك كابتن شريف في نفس النقطه دي المدير الفني السابق للاسماعيلي المدير الفني الاجنبي الفرنسي مش الكابتن ابو طالب العسل كان تاثيره ايه مع الفريق او تاثير غيابه دلوقتي انا هقول لك على حاجه فوزي يقصد ان هو الراجل ده خد وقت مع الفرقه دي
وقدر يكون المجموعه اللي هو الاساسيه بالنسبه له وقدر يعرف اللعيبه. اي مدرب تاني بيجي ما عندوش الوقت ده اللي بيقدر مع الفريق زي ابو جريشه والعسوي، بيطلب منهم نتائج كبيره، بيطلب منهم بسرعه في وقت، وهم في نفس الوقت ما خدوش اللي هو خده الاجنبي ده. الاجنبي ده اولا لازم يبقى شخصيه. الشخصيه الوحيده اللي هي تقدر تحكم نجوم زي الاسماعيلي، الاسماعيلي زي النادي الاهلي بالظبط، كله نجوم، كله لعيبه كويسه جدا. فانت لازم عشان تجيب حسام البدري، ده من احسن سمات حسام البدري شخصيته. شخصيته بتحكم النجوم اللي موجوده، اللي هي بتخليك تقدر تاخد منهم الانتاج بتاعهم. الانتاج اللي يقدر يطلعه الراجل الفرنساوي ده خده من فرقه اسماعيلي، فرقه اسماعيلي كانت بتكسب بره الارض، ويجي على ارضهم يتعادلوا يا يخسروا، يعني كنت هتقول عليه ايه؟ انما هم بس فيهم الروح انهم يلعبوا زي بره زي جوه، بس فيهم روح الويننج، انك انت تكسب كل مباراه. فالمدرب هو لازم يبقى شخصيه، شخصيه المدرب القويه هي اللي بتاخد كل اللي عند المدرب، كل اللي عند اللعيبه، اللي هي بتطمن على الجماهير، اللي هي بتطالب دايما زي فرق زي الاسماعيلي والنادي الاهلي بالنتائج اللي هي المكسب بس، ما عندهمش حتى التعادل، بيبقوا كسبان، متعادلين اسماعيلي وراجعين، راجعين بطعم الخساره، لما بيخسروا زي ما بيتعادلوا زينا احنا بالظبط كده. فسمه الفرق الكبيره دي المدرب لازم يبقى صاحب شخصيه قويه جدا. اعتقد ان الفرنساوي ده كان عنده نفس الشخصيه، عشان كده كل الناس زعلت على الاسماعيليه ان هو مشي. هو طبعا بص ان هو بيمسك منتخب، هو بص يا كابتن شريف هو كان منتخب كبير، كان ماشي كويس والماتشات معاه، بس الله اعلم لو كان موجود لغايه دلوقتي كان ممكن لو كان كمل، هل كان هيبقى برضه لا كان هيبقى كويس فوزي؟ لا الله اعلم طبعا، بس انا بقول لك هيحصل ارتباك للعيبه فوزي. جماهير النادي الاسماعيلي في البلد هناك متعصبين جدا لفرقتهم، فهم كانوا فرحانين بالراجل المدرب ان هو مخليهم الاول على الدوري، هم مش مصدقين، عامل لهم حاله سكون يعني كده، وبياخد اعتقد ان كابتن شريف بيقصد انه كان هيبقى معدل اداء والنقاط اللي حصدها الفريق افضل مقارنه بالوقت الحالي، بصرف النظر هو المتصدر ولا الاهلي المتصدر. بعدين في حته فوز عايز اقولك الان، وبتكلم بشكل عام امكانياتك انت غير امكانياته هو، ايوه مادياتك انت غير مادياته هو، تمام اسلوبه هو، خدت بالك في ان هو دايما بيبحث لوجود لمكانته غير السنه اللي فاتت هو كان فين، كان بتاخد منه نقاط وكان عنده مشاكل كبيره قوي، انا بقول لك انه ارتقي السنه دي انه يبقى في هذه في المستوى ده في الدوري، المستوى ده وان هو بينافس قريب من المنافسه، جعل منك انك انت تركز اكثر. يعني ماتش النهارده مثلا كنت بتسال سؤال سالوه، بكره حسام البدري ما عندوش العصبيه اللي قال عليها فوزي بتاعت افريقيا، ولا العصبيه ان هو عايز لسه يتصدر الدوري او يطلع يبقى، لان اعتقد كابتن حسام عنده افضليه بدرجه ما وهو داخل المباراه ومتصدر، وعنده ماتش ناقص. يعني النهارده انا بكلمك حسام دقي النهارده، انا هعتبر ان انا كسبت الماتش اللي هو المتاخر ده يبقى 11 بونت، ويكسب الاسماعيلي ان شاء الله يبقى 14 بونت، عشان كده انا بقول لك ايه، خلاص ماتش بكره ده ماتش كؤوس لا يقبل الخصم. وكابتن حسام هنا بيقول، كابتن حسام بدري بيقول نحترم فريق الاسماعيلي ونرفض نغمه ان الاهلي حسم الدوري. اعتقد ده تصريح مهم قوي، وان التركيز والروح دي للاعبين في التوقيت ده مهم. حتى لو فرق ان شاء الله يفرق 14 بونت 16 بونت عن الثاني اللي بعديه، هتلاقي كابتن حسام كل ماتش يكمل لغايه نهايه الدوري، لغايه لما يخلص الدوري. ليه؟ لان هو بيقيم فرقته، عنده بطوله تانية، عنده افريقيا بعد كده، بيقيم اللعيبه بتاعته، مش هتبقى هي بس الدوري وخلاص. أكيد. فانا بقول الضغط العصبي يا كابتن شريف على اللعيبه بتاعت الاسماعيلي في الفتره اللي مشي منها الخواجه، الضغط جامد جدا. اي مدرب هيجي بعديه يعني ابو طالب عيسوي الله يكون في عونه، لان جه من بره في ضغط جامد جدا من الجماهير. لا وهنا كمان كان كابتن شريف بيقول ان تغيير الاجهزه عموما بيأثر في حاجه، كسب اول ماتش ابو طالب عيسوي، اول ماتش كسبه، بعد كده اتغلب، هو متاخر بهدف انا فاكر وكسب 2-3-1، وبعد كده اتغلب، وبعد كده اتعادل، واخد بالك؟ فبقت الجماهير ايه، والنادي الاهلي شيء طريق يعمل الفرق بقى، ملوش دعوه. بص انت عارف انت لغه اللعيب المصري مع المصري اللي زيه غير مع الاجنبي. ايوه يعني انا كلعيب اقدر ليا سكه معاك انت يا فوزي سكوتي ماسكني النهارده، كابتن فوزي ده انا جاي من فرقه وعايز العب مع الاجنبي، مفيش الكلام ده، هو بيختار وبيشوف الملعب، مفيش لغه حوار معاه، يزعل ما يجيش التمرين هيقعد. فبقت اللي بتاذي لعيب الكوره ما بيسمعش ودنه، ما بتبقاش في المدرجات. اللي بيأذي لعيبه الكوره اقوى حاجه مش الفلوس، انه ما يلعبش، يقعد احتياطي وامكانياته تسمح له. انت عارف بص يا كابتن شريف الحته اللي انا بقول لك عليها، ان الضغط العصبي على اللعيبه ايه؟ كل ماتشات الاسماعيلي على ملعبه ما بيكسبش. كل الماتشات اللي بره بيلعبوا كويس جدا وبيكسبها. يعني في ضغط، ده بيتكلم عن فكره الضغط العصبي. الضغط العصبي اللي على اللعيبه ليه؟
اللعيبه دلوقتي غير النادي الاهلي يا كابتن محمد. معلش لا برضو ما الناس بتتابع في التلفزيون بتتابعه في البلد لكن الناس محمد بلد قد كده الناس حوالين الفريق طول الوقت الناس موجوده في وسط الجمهور قاعدين ما عندهمش اجمل حاجه فيهم ما عندهمش شويه مانجا وفراوله وناس طيبه وبتحب الكوره جدا و بيحبوا فريقهم جدا جدا وبيحبوا الفرق وبلد قد كده ده انا هقول لك بونبونه يعني ده انا هقول لك جمال فيها انها ولادت لعيبه كوره فشايفين نفسهم شايفين نفسهم حتى لما بيعمل الاستيراد لينا منهم او بيحصل روتيشن بيننا وبينهم بيلقوا من عندنا لعيبه واحنا بنديهم لعيبه بيحسوا ان اللعيب اللي بتاعهم اللي اتولد عندهم اللي جامع عندهم تعلق في النادي الاهلي فازاي احنا بيبقى عندي انا البذره دي ما تبقاش متعلقه عندي لا هو عنده التعلق كده كابتن فوزي بيقول ان ادائهم السنه دي في المباريات اللي خارج ملعبهم افضل, أفضل. يبقوا متحررين شويه من الضغوط الجماهيريه فقادرين يلعبوا ويطلعوا طاقتهم اكثر فنيا بس كمان في ضغط على اللعيبه خلي بالك زي ما قال كابتن شريف قبل كده النادي الاسماعيلي السنه دي بيمتاز ان هو في المقدمه ومره واحده كان هو الاول فاللعيبه عندهم بس برضه حاسين النادي الاهلي وراهم مش ده شكل معادله ثانيه ان خلي بالك مباريات الاسماعيلي مع الفرق الكبيره في مصر الاهلي والزمالك وباقي الفرق اللي عندها جماهيريه على ملعبهم في الاسماعيليه اعتقد انه كان دايما من نقاط قوتهم ايام كان الجمهور مالي الاستادات لا ده كان الضغط الجماهيري وتأييدهم لفريقهم لما نيجي نتكلم على الذكريات هقول لك انا الجمهور كان هقول لك انا بيشجع بقلبه يعني بس عموما احنا هنرجع للحديث عن تاريخ لقاءات الفريقين بعد ما نتابع مع حضراتكم هذا التقرير يبقى للتاريخ كلمته في مواجهات الأهلي والإسماعيلي عبر سنوات طويلة من الصراع والتنافس بين الفريقين حيث تقول الأرقام إن مواجهة الغد ستحمل رقم 112 مواجهة في تاريخ مواجهات الناديين في مسابقة الدوري الممتاز المارد الأحمر صاحب نصيب الأسدي من الانتصارات في مواجهة الإسماعيلي حيث حقق الفوز في 58 مرة فيما تمكن الدراويش من الفوز في 22 مباراة التعادل حسم المواجهات الاثنتين وثلاثين الباقية يذكر التاريخ أيضا أن أول مواجهة جمعت الناديين كانت في 19 من نوفمبر عام 1948 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء الأهلي حقق الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حيث حدث ذلك عام 1958 عندما سحق المارد الأحمر الدراويش بنتيجة 8 أهداف من دون رد هي النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات في موسم 2001-2002 كانت المباراة التي وصفت بمباراة القرن في الكرة المصرية حينما انتهت بالتعادل الإيجابي 4 أهداف مقابل 4 حيث سجل للأهلي كل من محمد فاروق هدفين أحمد بلال وعلاء إبراهيم مقابل هدف لكل من محمد بركات عمرو فهيم إسلام الشاطر عطية صابر يتربع أحمد مكاوي نجم الأهلي السابق على عرش هدافي مباريات الفريقين بتسجيله 10 أهداف يليه صالح سليم أسطورة النادي الأهلي برصيد 9 أهداف فيما يحتل هادي خشب الصدارة في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة برصيد 25 مباراة اولا كابتن شريف عبد المنعم كان بيسال دلوقتي لسه بيقول ما جبتوش الجون بتاعي الجون بتاع طبعا الجون بتاع كابتن فوزي كمان من المباريات الشهيره اللي هنتكلم عنها طبعا على مدى مراحل اهو الهدف جابوه جاهزين بيها يا كابتن شريف انا بحب الهدف ده اصل الهدف ده تكوينه لو تشوفها ربيع ياسين طاهر ابو زيد شريف عبد المنعم جون دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي الثلاث لمسات من الضربات الثابته او اللعب الحر والماتش ده ولاده مجدي عبد الغني وفي الاسماعيليه ولاده في الاسماعيليه كمان انا قلت وزير عبد المنعم عماره يومها كابتن ربيع ياسين اللي عمل الكوره طاهر ابو زيد بص بقى الدخول شريف خدوة والقرار بالشمال بتلاعب مين والشمال طبعا ما تتشافش محمد حازم الله يرحمه وانا راجع على نص الملعب قال لي الله يرحمه شريف الجون ده حلو قوي
رحت واخده في حضني كده. ده اللعيب الكبير بقى اللي يقول لي بص خدته في حضني كده ورغرغت وانا قلت له انت محمد حازم لعيب كبير فعلا. الماتش ده محمد ولاده مجدي عبد الغني في النادي الاهلي. جاء فاول وكنت هشوط انا اللي جاي شاطر وطاهر ابو زيد هشوطه اللي هو الشويت فينا يعني ما اعرفش ايه اللي زجني. كنت جيل مليان لعيبه ومليان نجوم يا كابتن شريف. والهدف ده كمان ده برده جون في اخر دقيقتين كان اسماعيل عامل ماتش جبار في مصر. انا نزلت كان ايام كابتن سيد لو تفتكر الله يرحمه. انا نزلت اخر تلت ساعه جيب حسام بدري اهو شايف حسام ايوه ما اعرفش مين اللي اتعلى ده. دي ذكريات جميله بتخلينا بقى نتكلم شويه عن المباريات دي. احنا بنحاول من بدايه الحلقه وده فوزي سكوتي بقى ده جون الاسماعيلي. خلينا نتكلم يا كابتن فوزي احنا عايزين نتكلم شويه مع كابتن شريف عبد المنعم وكابتن فوزي سكوتي عن ذكرياتهم مع اللقاءات دي اللي دايما بتعتبر ديربي زي ما قال طبعا كابتن شريف وكابتن فوزي وقال طبعا اكتر من محلل وكل المهتمين بشؤون كره القدم في مصر ومنافسات الانديه دايما بيقولوا ان مباراه الاهلي والاسماعيلي لها طابع خاص وانها دايما بتحسب لها حسابات خاصه وانها بتمثل بطوله خاصه شان مباريات القمه دايما بين الاهلي والزمالك. خد باي الكره المصريه اللي بنطلق عليهم طبعا هذا اللقب من بدايه المنافسات في المسابقات المحليه. كابتن شريف قول لنا اهم الحاجات اللي فاكرها اللمحات اللي لا تنسى في تاريخك كلاعب دايما عن لقاءات الاسماعيلي سواء هنا او في الاسماعيليه. حاجات خاصه بالجماهير، كواليس، مواقف طريفه حصلت، شد قبل مباراه معينه، احداث كانت متازمه جدا، يعني كل الذكريات اللي دايما بتفتكرها لما نقول اهلي واسماعيلي. شوف انا هقول لك على حاجه وبالامانه اي فرقه كنا بنروح نلعبها ان شاء الله في كوالالمبور احنا التميز لينا، احنا النادي الاهلي امكانياتنا اقوى. عندما نلعب امام الاسماعيلي في اسماعيليه او في مصر في حاله تعادليه، في نجوم تعادليين قدامنا بنتفرج عليهم بيلعبوا زينا بالظبط، عندهم لعيبه من حريفة. احنا كان اللي بيفرقنا عن لعيب الاسماعيلي الفيتنس بتاعنا، الرغبه بتاعتنا، التصدر الدوري، وكان المنافس لينا هو نادي الزمالك مش نادي الاسماعيلي. فكنا بنبص دايما على نادي الزمالك، بنبص على حسن شحاته وفاروق جعفر وعلي خليل الطابصري، الفرقه الثانيه اللي كانت سامي منصور عادل مأمور كانوا فرقه، محمد صلاح ابراهيم يوسف الله يرحمه كانوا فرقه حملنا حاله تعادليه معانا في امكانياتنا. هو على فكره ده موقف محترم، ده تصريح تحسد عليه يعني تصريح جميل يا كابتن شريف والناس هتشيد بيه كمان لما تقول لكابتن شريف نجم النادي الاهلي بهذا التاريخ مع النادي الاهلي ومعروف حبه قد ايه للنادي ولفريقه والمشاركات وتاريخه كلاعب ونادي الاهلي وانه هيتكلم عن منافس بالصراحه دي ويقول ان كان في دايما حاله تعادليه مع الاسماعيلي انه حاله خاصه جدا طبعا يا محمد. بص مش ده لعيب الاسماعيلي هو اللي بيجيب فينا الجون، شوف شكله عامل ازاي، شوف الحرفيه، شوف الجماعيه، شوف الفرديه، دي حاله تعادليه ولا مش حاله تعادليه؟ دي حالة تستحق ان هي تبقى موجودة في الملعب ويشهد بيها ولا لا؟ صلاح ابو جريش ما شاء الله، ده من ايام ما خدوا اول بطولة افريقيا فتحوا لنا نفسنا وفتحوا الدنيا على ابو جريش وسيد عبد الرازق والناس دي لن تنسى. وكنا بنتكلم على امير وبنتكلم على العربي وبنتكلم على الناس دي، كانت قدوات بالنسبة لنا. ميمي درويش وحسن درويش الله يرحمهم. يعني انا عايز اقول لك على حاجة، ايه اللي احنا ما نقدرش نقول عليه غير ان انا لما بكسب الاسماعيلي ببقى انجزت اكبر انجاز، ببقى عملت اكبر عملة. النهارده بكره ان شاء الله لما اكسب الاسماعيلي يبقى خلاص الدنيا كلها اكتر ماتش نادي الزمالك. هو فين نادي الزمالك السنه دي؟ مش موجود معانا، مش في دماغي انا، دماغي هو الراجل ده اللي انا هلعبه بكره. انا بتكلم على شخصيات، بتكلم على لعيبه، بتكلم على كيانات، هم دول الناس اللي بيخلوني دايما لما بيبقى في ماتش قدامنا يا محمد في التلفزيون احد طرفي الاسماعيلي لازم هتقعد تتفرج عليه. انما جميل، ده كلام جميل. انما هتتفرج على ماتش تاني ممكن يجوز يعني، مع ان الماتشات كلها عجباني بتاع السنه دي، انما لو في ماتشات تانية في الدوري لن تاخذك العين. طب بتقول كده كابتن شريف عن مباراه اهلي واسماعيلي لو كان ظروف موسم مختلفه؟ يعني المواسم اللي فاتت كان اوقات يبقى الاهلي متصدر والاسماعيلي بعيد شويه في المركز الرابع او الخامس، يعني مش في حسابات المنافسه على بتلاقي الوضع مماثل برضو او مشابه ان دي مباراه لها الطابع الخاص ده ولها نفس الحسابات، ولا السنه دي الامور؟ انا هرد عشان اروح لفوزي. انا قلت لك لما بلاعب الفانيلا الصفراء بحس ان انا مبسوط، حاسس ان انا هلعب ماتش كبير قوي، انا وبلاعب فرقه كبيره قوي وبلاعب لعيبه حلوه قوي بصرف النظر عن انا في الملعب ببقى مبسوط. حتى احنا تلاقينا بنستلم براحتنا في الماتش ده فوزي، لان اللعيبه كلها
لعيبه جامده مش بتاعه مساكين. احنا يعني مفيش حد هيمسكني، تلاقي الكره بتتلعب زي البرازيل. هم مين برازيل مصر؟ الاسماعيلي بس. اديك قلت انت. طيب كابتن فوزي سكوتي، قول لنا المباريات دي بتشوفها ازاي، سواء بقى في حاله ان الاسماعيلي في عدد من المواسم منها الموسم ده اقرب للمنافسه، هو دلوقتي في المركز الثاني وبيلاحق الاهلي رغم الفارق لصالح المتصدر طبعا فريقنا الحمد لله، وان شاء الله يستمر بالفوز غدا، لكن حساباتك دايما لمباريات الاهلي والاسماعيلي شوفها ازاي؟ ماتشات اهلي واسماعيلي زي ما قال الكابتن شريف فعلا بيبقى ماتشات كلها الناس بتحب تتفرج عليها، فيها كوره من ناحيتين، من الفريقين، من فرقه الاهلي وفريق الاسماعيلي. الاسماعيلي بيمتاز بيلعب كوره فعلا، بيلعب كوره يعني. يمكن المواسم اللي فاتت يمكن اتاخر شويه، مش لعبه الكوره بتاعت نادي الاسماعيلي برازيل مصر زي ما بنقول، لا يعني اتاخروا شويه. السنه دي احسن بكتير شويه، يمكن عشان بينافسوا يمكن السنه دي مع النادي الاهلي، وكانوا متقدمين في الدوري وعاملين شكل للدوري كويس جدا. لكن احنا بنقول تملي الديربي ده زي ما قلنا اهلي اسماعيلي من ايام ما كنا بنلعب لغايه دلوقتي، يجي ماتش اهلي واسماعيلي بيبقى في حساب جامد جدا، غير لما يكون الاهلي بيلعب اي فرقه تانية بيبقى زي الزمالك، الاسماعيلي مع الاهلي والاسماعيلي مع الزمالك. الديربي ده بتزيد لما يكون قريب من الاهلي وهو داخل المنافسه، بيبقى طعم تاني. ده ينطبق على مباريات اهلي وزمالك كمان، هل دايما مباريات حلاوه مباريات القمه بتزيد لو الزمالك في حاله كويسه وقريب من المنافسه وموجود في حسابات المنافسه؟ محمد يمكن اهو ولا لا، يمكن على الشاشه دلوقتي الاهداف بتاعت الاهلي في الاسماعيلي، والاسماعيلي بيجيب اهداف في الاهلي. الماتشات بتاعتهم من اول ما احنا لغايه بعدينا، وجيل ابو تريكه وجيل بركات وفلافيو، الماتشات كلها قويه جدا قويه جدا، وفيها اجوان وفرقه يعني والاسماعيلي بيجيب، والجماهير بص كانت عامله ازاي. جماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي كان حاجه بتفرح، يعني حاجه جميله الصراحه. وبص شوف مين اللي جايب الجون ده، عبد الله الطيب. طب قول لنا بعض الذكريات الخاصه بوجودك في مباريات اهلي واسماعيلي يا كابتن فوزي مش هتنساها. وبص يعني هو سبحان الله يمكن تصادف ان انا اول ماتش العبه الدرجه الاولى كان 78 79 كان في الاسماعيلي في الاسماعيليه. يعني بدأ بماتش صعب يعني هو الشريف سبقنا طبعا لان هو اقدم منا وسبقنا. لا انا مش انت اكبر مني، انا مش اقدم منك. لا انا اكبر منك في السن، منك بس في الملعب انما انت اكبر مني. هو الشريف فعلا كان من اصغر لعيب لعب في الفرق اللي في النادي الاهلي في الدوري الممتاز، وانا طلعت بعديه وفوجئت ان هم بياخدوني في ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه. كان احنا قلنا كان مستر ريدكوت كان بيجي يقعد هو وفؤاد شعبان الله يرحمه. فوزي انت كنت اكثر اللعيبه احتراما في الملعب الحقيقه. يا حبيبي ربنا يخليك بعد ما عندك الشريف والله. كل حاجه من اللعيبه زي ربيع سين كده اللي ما سمعتش حسهم في الملعب. والله العظيم الحمد لله ما فيش اي مشكله. ما نفتكرش مشكله. وانا ممكن كنت عصبي وكلام ده، وكان عارف انا لما بتعصب وكان بديله الكوره عشان يجيب جون، فمثلا في ماتش الاسماعيلي ده اللي انا جبت فيه الجون ده اديته كورتين، ففوزي يحطها بدماغه تيجي في العرض مثلا طلع اجري امسك له الكوره. طب يعمل ايه كوره جت في العرض؟ انا حبه وعايزه يترجم. لا شريف كان غل يعني كنت عايز اكسب. عنده روح قويه في الملعب اللي هي بنقول عليها الروح دي، غل انه عايز يكسب فعلا، ودي المطلوبه من لعيب الكوره طبعا. يعني انا لو مدرب الكلام احنا بنقول ايه يعني، محمد محسن وجريش بكره هيقول ايه للعيبه الاسماعيلي؟ يقول لو عايزين روح وعايزين جدعانه وعايزين نبذل مجهود وعايزين نموت نفسنا. هو ده كان بيعمله. لو مكانه انزلوا متعوا نفسكم. احنا مش في اوقات بنلاقي الاهلي في مباراه، مش الموسم ده، الموسم ده يمكن زي ما قال كابتن شريف والفتره اللي فاتت الاداء يعني اقرب الى المتكامل يعني. لكن في مواسم بنقول الاهلي كان بيكسب مباريات مهمه بروح الفانيلا الحمراء، الروح اللي دايما في الدقيقه 95 عند الجهاز واللاعبين في الدقيقه 94 حتى لو هو مش في احسن حالاته فنيا. لا كان بيكسب في الدقيقه، حتى كان الناس الجماهير نفسها عندها ثقه في اللعيبه، يقول لك احنا لسه خمس دقائق خلاص الجون. مرت ازاي عليك اول مباراه شفت يعني فيها؟ يعني مباراه صعبه. انا فوجئت كنا خدوني من قالوا لي هتمرن معانا فريق كبير، وبعدين في ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه فاتخذت وكنت موجود بره على الدكه، وبعدين نزلت في الشوط الثاني. جماهير الاسماعيلي في الاسماعيليه شريف طبعا عارف حاجه مش معقوله، يعني الماتش ده مش هتطلعوا من هنا يعني مش هتطلعوا، بس كلام كان كلام يعني مفيش حاجه مفيش حد يعني مفيش ضرب مثلا مفيش حاجه، لكن ماتش قوي جدا. وكان علي ابو جريشه كان لسه موجود في الملعب، اسامه خليل، دابو، ابو ليلى، فانت نازل في الملعب وكان لسه محمد لطيف. يعني في الوقت ده كان جمهور الاسماعيلي متعصب لفريقه، بس طريقه التشجيع حتى التعصب في الكوره ما فيهاش اذى وفرقته قويه، ما فيهاش ضرر، ما فيهاش اذى، كانت يعني بشكل مقبول. لا مفيش اذى، لكن كلام يعني كله كلام بس، لكن كان فرقته قويه جدا وبيتنافس وبتاخد دوري وحاجات دي. فانت الاهلي بيلعب في الاسماعيليه وانت نازل في وسط الناس دي، مره واحده لقيت نفسك جوه النار. يعني ربنا كرمني الكره جات لي
طلع كان ضغط جامد جدا على النادي الاهلي فتلعبت الكره من 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 الظهر ورا طلعت عند نص الملعب فانا جريت جامد جدا وهم داخلين عليا انا رحت شايط شايف الجون طالع قدام شويه كده ورحت حاططها دخلت حتى كان محمد لطيف الله يرحمه كان فقال لك اللعيب الجديد لسه فوزي سكوتي جون يعني واخد بالك حاجات جميله جدا اللي لسه الاسم مش حافظاه الجماهير لسه هو لسه مين اللعيب الصغير اللي لسه نازل ده اللي ما يعني حدش يعرفه يعني خلاص لسه عشان ينطق الاسم لسه بياخد عليه وانت عارف طبعا بالفكه بتاعت الكابتن محمد لطيف كان بيخلي بيحلي الكوره ده كان جميل نجم اذا دوره فاكر البطوله بتاعت 82 الحاجه اللي انا مش هنساها بقى كابتن محمد ان واحنا خارجين من الملعب تملي كانوا بيطلعوا الاوتوبيس بتاعنا بره يعني بره البلد عشان ما يحصلش يأمنوه عشان ما يبقاش في احتكاك مع الجمهور ما فيش احتكاك وبتاعه فطلعنا فين بقى؟ طلعنا في وسط عساكر الامن المركزي دخلنا واحنا لابسين الشرطات والفنانات كده حتى اللبس بتاعنا ما فيش خدوه وطلعوه على الاوتوبيس دخلنا جوه باللبس اللي كنتوا بيه في الملعب لبس الماتش الترنجات وبتاع خدوه بقى حطوه في الاوتوبيس وقفنا في وسط العساكر واقفين في وسط العساكر الامن المركزي وانا بعد كده دخلت الشرطه يعني واخد بالك فواقفين في وسط العساكر يعني ما انساهاش في حياتي عشان نطلع بره البلد وطلعنا خدنا الاتوبيس ورجعنا وكانت فرحه جامده جدا فضل معاكوا التامين لحد يعني خارج حدود ان انا جبت جون وبعدين جبت بيلن كان ابو ليله كره وقعت منه كده خدها راح مش هنكلني اتحسبت بيلن والكابتن مصطفى يونس دخل حط الهدف كان 2-0 يعني ماتش ما يتنسيش بالنسبه لي ماتش اهلي واسماعيلي والماتشات القويه جدا اللي فيها لعيبه حلوه لغايه دلوقتي الفاكهه اللي بنقول عليها كابتن علي ابو جريش الفاكهه بتاعت الكره مصر فعلا كان لعيبه يعني اسامه خليل كان موجود دابو كان موجود وكان برضو فريق طول عمره عنده الطابع الجماعي اللي كابتن شريف قال انه موجود في الاهلي طابع الاداء الجماعي البرازيلي بتاع الجمالي والتيم ورك كمان ليهم طريقه في الملعب اعتمد على التيم ورك في استلام الكوره هو لعيب الاسماعيلي سعره فين زي لعيب البرازيلي كده استلام الكرة تستلم متعرفش تاخد منه الكرة وفي نفس الوقت عنده التفكير السريع ان هو يترجم اللمسه دي للمسه كانت الروح حلوه بينكم وبين زمايلكم يعني نفس الجيل من النجوم في الاسماعيلي قلت لنا الجمهور كانوا ملتف حوالين الفريق وكابتن فوزي قال قلت مثل حلو قوي للكابتن حازم الله يرحمه هل رغم صعوبه المباريات وانها بتبقى سباق شديد قوي خصوصا على ملعب الاسماعيلي وبين جماهيره تلاقي الروح حلوه قبل وبعد المباراه مع اللعيبه الوحيده اللي عمر ما حصل بينا وبين بعض مشاكل جوه الملعب تحصل مناوشات بتاع مع طابع الاثاره ومع طابع التحفيز للمكسب خلال 90 دقيقه من الجماهير ومن كل حاجه النادي ما كانتش بتخرج عن شعورها الجماهير ممكن تخرج انما الظلم بيبقى واقع على اللاعبين الحقيقه اللعيبه مركزه في الماتش بس اللعيبه قلت لك اللعيب دايما الكويس ما بيفكرش في الخروج عن النص بيثق في نفسه نادي يلعب كوره نادي بيمتع نفسه في مقوله ثانيه مش عارف هي صح ولا غلط حضرتك تقول لنا انه بيقولوا اللعيب الكويس اللعيب الموهوب لعيب الكوره الحقيقي يستمتع ما يبقى قدامه منافس قوي يحب يبقى قدامه لعيب كبير ما يعرفش يلعب الا اذا كان قدامه منافس صحيح احنا كنادي الاهلي احنا نادي الاهلي اما اضمن ان انا رايح الاقي فرقه قويه تلاقيني عارف ان انا هطلع بنتيجه كويسه ان شاء الله لان نسبه تركيزي مع ادائي مع امكانياتي مع فردياتي تديني التفوق لو انا فعلا مركز في الماتش ده لان حكيت لك قبل كده ان الفرق بيني وبين الاسماعيلي ايه؟ امكانيات تركيز رغبه اعدادات اجهزه فنيه ما عندناش احنا وخبرات حصلت مع تراكم البطولات بقى اللي حصل عليها انا عندي جهاز فني بقلبه كل يوم انا عندي ثقه في جهاز فني محترم بيشتغل على اعلى مستوى عندنا من المبادئ من زمان من يوم ما فتحنا لغايه اليوم دول هو مبدا واحد احنا شغالين عليه الكيان والمبادئ والنادي الاهلي هو الاسم اللي كلنا بنحارب عشانه ان هو يبقى الشكل والصرح العظيم اللي هو يفرح جماهيره ويفرح مصر كلها فهو ده ما نقدرش نخرج عن كده كل الفرق ان شاء الله لو تبتدي من حيث ان احنا بننتهي يبقى احنا هنخاف ونترعب كابتن حسام البدري هينقل ده للاعبين ازاي كابتن فوزي سكوتي كابتن بدري بيؤكد ان نحترم الاسماعيلي ونرفض نغمه ان الاهلي حسم الدوري واضح انه بيركز وبيتعامل مع مباراه بجديه شديده بصرف النظر عن ان الاهلي له مباراه مؤجله وفارق نقاط وصل الى 6 نقاط هل بيبقى الجهاز الفني عليه عبء قبل مباراه زي دي باهميتها وفي التوقيت ده انه ينقل احساس الجديه والتركيز الشديد للاعبين عشان ما يبقوش داخلين المباراه مطمنين قدام منافس زي الاسماعيلي انت عارف الله يكون في عون الكابتن حسام البدري بجد يعني شوف هو متفوق دلوقتي وراكب الدوري وفرق بنقط والحاجات دي هتلاقيه شايل هم الماتش ده من الماتش قبل ماتش الرجاء كمان عامل حسابه وبيفكر فيه وما بينامش الا بعد الماتش لما يخلص
يعني فعلا مهنه شاقه بالنسبه للمدير الفني، لكن هو هو كابتن حسام خلاص هو متاقلم مع الفرقه بتاعته، فرقه بطولات يعني، ده فرقه بطوله. انا نازل النهارده عندي العناصر الرئيسيه اللي هتنجحني في الفرقه، عندي شريف مثلا بيلعب خلاص ما بيشيلش هم، عارف ان شريف امكانياته ايه، ممكن في اليوم ممكن يكون بايلك شويه في النهارده مش ماشيه معاه، بس زي ما شفنا عبد الله سعيد وبعد شويه تلاقيه فاق بفوقه، المدرب بيفوقه، يلا شد حيلك، بين الشوطين بيتكلم معاه، خلي بالك سهل الكوره عشان تمشي معاك، الكلام ده بيحصل، يعني كابتن حسام هيقعد هيتكلم مع قطعا شغل الماتشات اللي قبل كده للاسماعيلي مع الفرق الثانيه ومع الاسماعيلي مع الاهلي في الماتشات اللي قبل كده، وبيفرج عليه اللعيبه وبيذكرهم بالاجوان ويذكرهم لو جه فيهم جون ازاي دخل فينا جون، كل الكلام ده شغل الكابتن حسام، بيقعد يتفكر ويقعد مع مع اللعيبه في الاوض في المعسكر مثلا، مع مجموعه ممكن مجموعه فراوده مجموعه نص الملعب مجموعه الهافات الحارس المرمى كابتن طارق، ومن عزيه لان اخوه توفى كابتن طارق سليمان، كابتن طارق سليمان يعني بيقولوا مقال لها نسينا نقولها، لكن بيقعد مع الحراس المرمى بيتكلم معاهم برضو الثلاثه، مش مثلا بياخد الاساسي ولا بيقعد بيتكلم مع الباكات كلها، بيقعد الاطراف كلها، ده شغل المدرب، بيقعد معاهم في المعسكر بيتكلم معاهم بيحفزهم، ده شغل النادي الاهلي. كنا احنا كابتن شريف كنا احنا ما كانش عندنا معسكرات، كنا بنروح نتغدى ونروح نصلي، فيقعد معانا الناس الكبيره بتاعتنا كابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس وبتاع، بيقعدوا يقول لك النهارده عايزين نفرح الجماهير، يعني لما بيجي تتكلم يقول لك احنا عايزين نفرح الجماهير النهارده، احنا عايزين النهارده نطلع كسبانين، غير بقى شغل المدرب. نفس الكلام بيحصل شغل دلوقتي. المدرب السؤال كمان للكابتن شريف وهرجع بيه لحضرتك، ان في محاضره بالفيديو للاعبي الاهلي في الاسكندريه عن اداء الاسماعيلي ونقاط التميز والقوه لايقافها او التقليل منها في هذه المباراه في فريق الاسماعيلي طبعا، والتفوق عليها واستغلال اي نقاط بيراها الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري، هي نقاط تفوق الاهلي على الاسماعيلي او نقاط قصور او ضعف يمكن استغلالها في صفوف الاسماعيلي. اهميه الكلام ده يا كابتن شريف، الشغل اللي في الايام الاخيره او الساعات الاخيره اللي قبل المباراه، الشغل الفني من الجهاز. هو طبعا شيء جيد قوي ان انت تشوف السلبيات والايجابيات اللي كانت موجوده في مش في مباراه الاسماعيلي اللي فاتت بس، او في مباراه اخر مباراه لعبها الاسماعيلي او اخر مباراه انت لعبتها معاه. الجميل ان انت الناس اللي كانت موجوده في المباراه بتاعه المره اللي فاتت اعتقد مش هم الناس اللي هيبقوا موجودين في نفس المباراه بتاعه بكره. هيحصل اكيد بيبقى في اكيد اصابات، في ايقافات، في ناس مش موجوده، انت طابع اللعب بتاعك حتى والاداء والتمركز لازم تعمل حاله تعويضيه بلعيبه على مستوى بدني ومهاري بنفس اللعيب اللي انت بتفتقده في ناحيه اليمين او في وسط الملعب او من الدعم اللي هو الفني للفراوده. عندك لعيبه دلوقتي اثبتت بالاسلوب اللعب اللي هم لعبوا بيه، الحقيقه انا اللي مطمني الاداء اللي بيأدي بيه النادي الاهلي، اللي الكره بتجري مش اللعيب اللي بيجري، شايفين بعض كويس قوي، عندهم من الحاله الفنيه والبدنيه ازاي ينقلوا الملعب بسرعه جدا في حاله لملعب الخصم، عندهم من الامكانيات النهارده ان بيكتسبوا لما بيقع لعيب زي احمد فتحي بيجي لهم زي واحد باسم علي حتى جاب جول المره اللي فاتت عالمي بيقولوا من عبد الله السعيد ليه اللي هو شايف الرؤيه وبيحط كوره، يعني بيحصل له ابجريد كل يوم، بيحصل له بيطلع سلمه زياده كل يوم، دي من اللعيبه اللي احنا لازم نتكلم عنها برده المنتخب مصر، يعني مش لنادي الاهلي بس، لعيب لما امكانياته موجوده وقليله اصاباته لعيب مهم جدا هو محمد هاني، محمد هاني برضو ملك المكان ده بامكانياته، ادانا رساله قويه انت لو لعبتوني في اي حته في الملعب حتى فرود انا هادي فنانه النادي الاهلي اللي هو الحمراء اللي هو عايزه الجهاز الفني مني. فدي نوعيه اللاعب النادي الاهلي النهارده انه يستعيب وبيركز، ولما بتدي له محاضره وبتدي له وهو مركز وهو عارف من المباراه عايز ايه بامكانياته اللي موجوده عنده اكيد هينزل يأدي، مش عشان الجهاز الفني بس، لا عشان نفسه وعشان النادي الاهلي وعشان الجماهير وعشان نعم. المباراه وعشان ياخد الدوري. بيقولوا ان نفس الظروف قد تكون موجوده امام الاسماعيلي ايضا لوجود قائم جديد باعمال المدير الفني، وبالتالي يعني مدير فني جديد هو كابتن محسن ابو جريشه. الغيابات اشرنا اليها في بدايه الاخبار في بدايه هذا الحوار، وعندنا في الاهلي ضمن الاخبار الموجوده معنا تاكد غياب سعد سمير واحمد فتحي، وايضا عندنا غياب لرامي ربيعه وحسام عاشور وكريم ندفد. دول بالطبيعه في ناس فيهم مصابين فعلا، ورامي ربيع رايح المانيا، كريم نزل في اصابات شاده، احمد فتحي شفناه في الاصابه المباراه اللي قبل اللي فاتت وهو خارج. كل اللعيبه دي عندها من اللاعبين اللي هم يقدروا موجودين مكانهم بالتعويضيه اللي هم في الحاله البدنيه والنفسيه، عشان كده احنا
لما كنا بنقارن بين النادي الاهلي وبين اي فرقه تانية، النادي الاهلي بيعد العده صح جدا بمدربينه باجهزته الفنيه بمجلس ادارته، عارفين الهدف الواضح ان هو جمع جميع البطولات اللي موجوده على الترابيزه. يعني احنا شبكه بطولات، احنا هاي البطولات دي ما جاتش ليه؟ اذا كانت من طايره ولا كوره ولا باسكت، ده مبدا، ده كيان موجود احنا عشان نحصد البطولات كلها. فلما تبقى انت ده الطبع بتاعك وعندك 15 بطوله في السنه تاخد منهم 14، ده يعني هو ده الهدف، هو ده النجاح، هو ده الاسلوب التربوي، الاسلوب اللي احنا اتعلمناه كله من جميع المراحل السنيه اللي احنا اشتغلنا فيها من ناشئين. حتى انا وفوزي كنا ناشئين، يعني ايه ما ناخدش البطوله بتاعت الناشئين؟ ما ينفعش رايح اخد البطوله وراجع عادي، ان لو ما خدتهاش ما اخشش النادي ولا اجي النادي جاي ولا اتمرن تاني، ممكن يمشونا كلنا واحنا عيال صغيره. بالك بقى واحنا عيال كبيره وبتلعب في الفرق الكبيره وعندك حسن حمدي بيقودك وعندك خطيب جنبك وعندك مصطفى عبده وعندك النادي ده تعلمتوه داخل النادي الاهلي في كل مرحله بالعين من غير حوار. احنا اتعلمنا وشفنا من الكيان اللي هو موجود حوالينا من الكبار وهم بيكلموا بعض. مش هقول لك احنا، يعني انا كنت طالع من الناشئين او عارفني فوزي جامح ما فيش حدا بيفرق معايا، ما فيش، انما من اسلوب مصطفى عبده وخطيب مع بعض، من حوارات كابتن حسن حمدي ثابت الله يرحمه اكرامي، تعلمت الهدوء والسكون. تلاقيني جوه بره الملعب ده، جوه الملعب مش معاهم هم بقى، ضد الفريق اعمل اللي انا عايزه، الوحش الكاسر، انما مع لعيبتي مع الاحترام ما اعرفش ايه سيطرت على لما تيجي يقولوا لي انت بتنرفز لا سيطرت بس في مع فريقك انما في القوه بتاعتي ازاي اخترق والعب كره رياضيه وازاي اجيب جول. نموا فيا وعلموني يعني ايه بطوله، فخلوا التيشيرت بتاعي، انا لعبت مش كتير، انا عملت حادثه 82 في بطوله افريقيا دي ما لحقتش العب الفاينل، كنت مرشح ان انا اخد من احسن لعيبه افريقيا والجناح افريقي، لما حصلت الحادثه دي ما لعبش لا السيمي فاينل ولا الفاينل. فلما رجعت تاني ولعبت، لعبت خمس سنين خدت بطولات تانية، بس مش ده الكم من اللعب اللي يديني الشهره دي كلها يا محمد، او يخليني الناس بتحبني كل ده. سبحان الله، هي الا اذا كان فضلوا في الذاكره، نعمه من عند ربنا، الا اذا كانت ربيت صح في النادي الاهلي على البطولات. وشكل ادائك في الملعب، اصل العنوان بيبقى او ترجمه ده هو الشخصيه بالاسم، بشكل اللاعب بادائه في الملعب هو سبحان الله نصيبه بيبقى في الذاكره طول عمر. علامة بيبقى الرياضة، علامة بيبقى علامة موجود، وفي لاعب تلاقيه بيتنسي بعد سنتين ثلاثة من مكان في الملعب. في النادي الأهلي صعب، عبد العزيز زكريا ما تنساش، كل رضا الخطيب محمد ما تنساش، لا هنقول في فرق طبعا، لعب 10 دقايق في النادي الاهلي ما بيتنساش. لا احنا بنتكلم بشكل عام يا كابتن شريف، انا بكلمك جد والله، لكن في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت تبقى اصعب، ان في نادي بحجم النادي الاهلي وحجم انجازاته وبطولاته ان لاعب لعب في صفوف الاهلي ينسى، لكن جوه النادي الاهلي ايضا هتلاقي في فوارق فرديه سبحان الله. في لاعبين فضلوا نجوم وفضلوا في ذاكره الجماهير والاعلام، في لاعبين يعني طوروا عن الانظار تدريجيا، بس دي على اقل تقدير انه في الاهلي اصعب شويه ان ده يحصل اكيد زي ما حضرتك قلت. عموما لسه عندنا تفاصيل كتير بنتكلم عنها عن مباراه الغد ان شاء الله، هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن فوزي سكوتي. على الرغم من تبقي 13 مباراه على نهايه الموسم الجاري من الدوري العام، إلا أن مواجهة الأهلي غدا أمام الإسماعيلي في الأسبوع 21 قد تحدد بشكل كبير بطل المسابقة، أو على الأقل ستتحكم نتيجتها في شكل المنافسة، خاصة وأن الأهلي يتصدر جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، يليه الإسماعيلي برصيد 42 نقطة. حسام البدري المدير الفني للأهلي يسعى لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد بصدارة الدوري عن منافسه الأول وتوسيع فارق النقاط، مما قد يقربه من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي. يدخل الأهلي مباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز السادس على التوالي على حساب بتروجيت، ثم النصر، الزمالك، طلائع الجيش، مصر المقاصة، وأخيرا الرجاء. فيما يتبقى للفريق مباراة مؤجلة من الجولة السادسة مع المقاولون العرب ستقام يوم 8 فبراير المقبل. كما يخطط الجهاز الفني للأهلي لاستغلال حالة التخبط التي يعيشها الإسماعيلي في هذه الفترة بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 جولات، مما دفع أبو طالب العسوي لتقديم استقالته من تدريب الفريق. وقد أسند مجلس إدارة النادي مهمة الإدارة الفنية للفريق إلى محمد محسن أبو جريشة لحين التعاقد مع مدير فني آخر خلال الأيام المقبلة. We'll be right back.
تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير عن مباراة الأهلي والإسماعيلي، وأيضا هذه المباراة اللي بتعد بطولة خاصة والمتوقع لها غدا، وهنتكلم مع بعض نجومنا أيضا من نجوم الكرة المصرية ونادي الأهلي السابقين. الكابتن مصطفى يونس يقول لنا رؤيته لهذه المباراة وأهميتها في هذا التوقيت وفقا للأرقام والمعطيات الخاصة بأداء الفريقين، والأهلي المتصدر 48 نقطة والإسماعيلي حاليا في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وأيضا من خلال مشاركاته على مدار طبعا تاريخه الكبير كواحد من نجوم كرة القدم المصرية وذكرياته عن هذه المباريات وهذه البطولات الخاصة. كابتن مصطفى يونس مساء الخير وأهلا بحضرتك. حبيبي مساء الكل على نجومك الكبار، نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي، كابتن شريف وكابتن فوزي صوتي الجميل. مساء الخير يا كابتن، كابتننا جميل. كل شباب ازيكم؟ يا كابتن انت اللي نجمنا وانت كابتننا. حبيبي حبيبي يا شريف. حبيبي. كابتن مصطفى هسالك بداية، شايف مباراة بكرة ازاي بين الاهلي والاسماعيلي؟ مباراة استاد برج العرب 8 مساء في هذا التوقيت وفي موقف الفريقين والاهلي المتصدر بفارق 6 نقاط وله مباراة مؤجلة. حضرتك شايف أهمية المباراة وحساباتها، شايفها ازاي يا كابتن مصطفى؟ ما في شك ان ماتشات الاهلي والاسماعيلي مباراه قمه لا تقل اهميه عن ماتش الاهلي والزمالك، لان الاسماعيلي من الانديه الكبيره والانديه العريقه والانديه اللي بتلعب كوره كويس جدا. لكن ما يميز النادي الاهلي، وده مش عشان احنا في قناه الاهلي في بيتنا او انا مصطفى يونس، لا، ما يميز النادي الاهلي عن كل اقرانه في الدوري الممتاز هو الاستقرار، الاستقرار في كل شيء، الاستقرار الفني والاداري والرئاسي، وخاصه بعد تولي معشوق الجماهير و معبود الجماهير محمود الخطيب رئاسه النادي، ووجود حسام البدري بقاله سنتين ثلاثه دلوقتي، اللعيبه، وده اللي عجبني، سيبك بقى من البطوله والبتاع، جاهزيه النادي الاهلي هي رقم واحد في تصدر النادي الاهلي للقمه، بمعنى ان كل اللعيبه واقفه على رجليها حتى البعيد، وده يعني تحط كده، يحطوا كده الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي سواء المدربين او اللعيبه، يحطوا تحتيه 100 خط، والناس اللي ليها في الكوره تفهم الكلام ده. لما يجي فلان، مش عايز اسمي لعيبه، يجي بقاله فتره ما بيلعبش وبيلعب واكنه بيلعب بقاله 5 6 ماتشات، هي دي قمه النجاح للجهاز الفني، وانا يعني باشيد بالجهاز الفني والقائمين على اللياقه البدنيه. ماتش الاهلي بكره ضربه قاضيه بالنسبه للاسماعيلي، لو الاهلي كسب يبقى خلاص حسمت بطوله الدوري العام، لان الزمالك بعيد وكده، الاسماعيلي هيبعد بعيد جدا جدا جدا، واحنا لسه لينا مباراة مؤجلة. ماتش مش عايزين، كل ماتش بطولة بالنسبة لنا. مفيش ماتش سهل وماتش صعب، إن احنا عارفين كل اللي بيلعب قصاد النادي الأهلي بيسن أسنانه ويسن رجليه ويسن الشنكار والاسترطاط طبعًا. بيحاول يقدم أحسن ما عنده دايمًا قدام الأهلي. لا ده بيبذل أقصى جهده فوق طاقته كمان، يعني يا ريت بيدي اللي عنده، وده شيء احنا عارفينه من واحنا بنحبي في النادي الاهلي، لان ماتشات النادي الاهلي ودي قيمه واسم النادي الاهلي الكبير، لكن ماتش مهم جدا، ماتش يحسم بطوله الدوري، العناصر النجاح في النادي الاهلي متوفره، عناصر النجاح في النادي الاسماعيلي ايضا متوفره، عنده لعيبه كويسه قوي، هنا يفرق بقى التوفيق وعدم التوفيق والاختيارات والتغيير وقت التغيير، هو ده اللي بيفرق في المباراه. طيب كابتن مصطفى، الكابتن شريف عبد المنعم ضمن اجاباته عن تساؤلات عن المباراه وتوقعاته لها وتقييم الأداء الفريقين من بداية الموسم وحتى الآن، قال إن الأهلي بيتميز عن أقرانه دلوقتي بحاجة بقت واضحة جدا على الأداء، قال إنه بيجمع بين القدرات الفردية والقدرات الخاصة لعدد كبير جدا من نجومه من لاعبيه، وأيضا الأداء الجماعي، وإنه أسرع فريق في الأداء دلوقتي ونقل الكرة في الدوري الممتاز كله، رأي حضرتك إيه؟ لا طبعا ده كلام، ما هو ده النجاح، ما هو ده، ما هو ده أساس إيه بقى؟ أن القوة البدنية والفنية والذهنية متوافرة جدا في كل لعيبة النادي الأهلي، وده اللي كنت أنا بقصده من استعداد كل لعيبة النادي الأهلي في أي وقت بيجوا، وده أساس النجاح اللي أنا اتكلمت عليه. فالنادي الأهلي فعلا هو الأفضل وهو الأحسن على مدار السنة، طبعا لازم حبة فوق وحبة تحت، بقول احنا بنلعب دوري ممتاز، بنلعب 38 مباراة ولا 34 مباراة، غير ماتشات افريقيا، غير ماتشات الكاس، فشيء طبيعي ان يحصل حبة كده هبوط، لكن ما يميز النادي الاهلي ايضا ان هو بيرجع بسرعة، يعني بص اي حد جات له وعكة يستمر في الوعكة، احنا لا، احنا الوعكة تيجي لكن بنصعد تاني، وده ما يميز النادي الاهلي، لكن ماتش مهم جدا، ما طبعا ده الطبيعي في لعيبه النادي، لا نستهتر بالخصم، الخصم عنيد وخصم كبير اكيد يا كابتن مصطفى، وده قاله الكابتن حسام البدري، ان المباراه الدوري لم يحسم وان المباراه لها حساباتها، وقال بنحترم الاسماعيلي. احنا سالنا كابتن فوزي وجاوبنا، والكابتن شريف ايضا عن ذكريات
خاصة بمشاركتهم في مباريات بتعتبر دايما بطولة خاصة على مدار كل العقود وعلى مستوى الأجيال المتعاقبة في النادي الأهلي ونجومه. عايز يعني أفتكر مع الكابتن ونجمنا الكبير كابتن مصطفى يونس بعض الأمور والذكريات اللي ما بتنساهاش أبدا عن مشاركاتك في لقاءات الأهلي والإسماعيلي تحديدا. لا هو في مواقف طريفة طبعا، يعني كنا بنلعب في الإسماعيلي، تعمل الإسماعيلي كنا بنلعب فيه 30 40 ألف على الآخر، فواحنا بنسخن واحد ضربني البرتقالاية فرحت واخد البرتقالاية مقشرها وكلتها أنا والخطيب ورميت عليهم العيش. فتخيل بقى اللي حصل يعني من الموضوع ده. لا أنا في ماتش اللي قبل ما 30 قبل أسبوع قبل 30 مارس 73 كنا بنلعب الإسماعيلي ولعبت مع كابتننا الكبير ونجمنا الكبير الكابتن علي بوجريشة. كنت اول الشوط الاولاني كنت بلعب في نص الملعب، وبعدين الله يرحمه الكابتن عبد الصالح لعبني ورا العب على كابتننا الكبير الكابتن علي بوجريشه، وبعدين في واحده كده عايز يرقصني ويروح لاكرامي لوحده، فرحت حاطط له كتفي، راح دقنه مفتوحه وراح نازل على الارض مدلدلت دقنه دلدلت كده. انا طول عمري بحب الكابتن علي جدا 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 جدا، قعدت ربع ساعه ما اقربش منه، وهو طول الماتش يقول لي كده يا مصطفى كده يا مصطفى، والله يا كابتن ما قصدي يا كابتن. لكن الماتش خلص وكابتن علي حبيبي، وذكرياتنا كثيره جدا جدا في نادي الاسماعيلي. طبعا بشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار، نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري سابقا كابتن مصطفى يونس، اشكرك شكرا جزيلا. اقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن. كابتن علي ابو جريشه، عشان تعرف بقى الاخوه اللي بيننا احنا وبين الاسماعيليه، الماتش اعتزاله كان فين؟ في ملعب النادي الاهلي. النادي الاهلي واختار النادي الاهلي انه يكون اعتزاله بس محبوب جدا كمان قيمة من قامات يعني من قامات الاسماعيليه ومن قامات الكره المصريه، ويقدر النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي وادارته يقدروا الكابتن علي ابو جريشه يطلب اعتزاله في ملعب النادي الاهلي. فخلاص بقى يعني لازم الناس تحط الكلام ده قدام عينيها. يعني دي رساله من الرسائل اللي محتاجينها توصل لكابتن فوزي للناس الفتره دي. كل لعيبه مصر عارفين بعض وبينهم علاقات وصحوبيه وممكن بيخرجوا مع بعض. يعني انا كان مثلا في ايام انا كان كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه كان معايا على طول، عادل عبد الواحد كان معايا على طول، مصطفى الزفتاوي، معظم اللعيبه في الانديه كنا مع بعض اكتر من مع اي حد. خلاص خارج وقت الشغل والاحتراف والمباريات والتركيز في هي ده اللي بيحصل دلوقتي خارج كل بعيدا عن المنافسه اصحاب هي الجماهير اللي بتعمل العصبيه والحاجات دي، لكن اللعيبه كلها علاقتها مع بعض كويسه جدا. طيب نشوف اللقطات الجميله اللي فكرنا بيها كابتن مصطفى في التليفون ده. ان الجمهور رمى برتقانه على اللاعب، يعني ما رماش طوبه، يعني بنقول يا ريت ما يرميش حاجه خالص، لكن دي مقبوله ونتعامل معاها. نجم النادي الاهلي ازاي وقف كل البرتقانه مع كابتن الخطيب ورمى القشر، يعني مجرد الموضوع انتهى بدعابه وانه خد البرتقانه دي كلها، يعني موضوع بعيد عن العنف، عن ان انا يعني الحاجات دي محتاجينها ان الناس تبدا تفكر فيها شويه وتعيد حساباتها. تذكرني ماتش الزمالك والاهلي بتاع 4-2، خطيب نادر بيسخن بتريننج غير بتاع النادي الاهلي وجايبينه يعني قاعد واحد راح رميه برتقانه كده راح واخدها على فخده وهي جايه واخدها 1-2-3 ومرجعها له تاني. طيب راح الجمهور ده قايم واقف خلاص الدنيا وكسبنا خلاص الناس حست ان احنا هنكسب الماتش ونزل جاب جون بنفس الشكل كرة بالعرض خدها فيرست تايم على طول نفس ده اللي عمل فيه كده كابتن خطيب. كان مباراه مع مين؟ الاهلي والزمالك 4-2 والزمالك ده مباراه يعني جمهور الزمالك كانت في واكيد الجمهور بدا المباراه مبسوط بالموقف ده. بقول لك خدها واحده اثنين على فخده الثالثه وراح رجعها الجمهور قام واقف ونسي ان احنا مغلوبين خلاص كده الموضوع ونزل جاب جول بنفس الشكل كرة جت وعقدها فيرست تايم من مصطفى عبده تاك يمين. ده المباراه اللي انتهت اللي اتقلبت 4-2 للاهلي بعد محمد كان الجماهير زي ما قال كابتن شريف الجماهير بتروح تتفرج على اللعيبه كان استمتاعها مش الماتش كمان ده هي راحه تشوف اللعيبه فلان هيلعب النهارده كان اسم فلان هيلعب النهارده يعني تفرق كتير. لا وبيروحوا وعارفين مين ده ومين ده واحنا صغيرين حتى في الاشبال كان يجي يتفرجوا على الماتشات قبل الماتش الكبير كان في متابعه الجماهير بتروح استمتاع. نتمنى ان يعودوا تاني في استمتاع بالكوره. الأخير عن المباراة والتوقعات لها في ضوء الأرقام ومنحنى الأداء، لأن في موضوع تاني هنتكلم مع حضراتكم شوية عنه، لأنه بالفعل كلامكم كلام الكابتن مصطفى يونس لفت نظرنا أن ممكن ده مرتبط قوي بالذكريات الجميلة دي، مرتبطة طبعا بقضية بنناقشها في الفترة دي وإزاي نعالجها، وهنسمع طبعا رؤية الكابتن شريف والكابتن فوزي للمهمة دي. أخيرا في ضوء كل المعطيات اللي اتكلمنا عنها فنيا، غيابات في الفريقين، عناصر موجودة، بدائل متاحة أمام الجهاز الفني، طبعا من أولويتنا في الحديث عن النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، لكن بنتكلم عن المنافس أيضا له كل التقدير والاحترام فريق الإسماعيلي. هل حضرتك شايف المؤشرات بكرة بتقول إن الأهلي فرصته أكبر ولا الحسابات متساوية قبل المباراة دي؟
اعتقد ان 60 40 يعني 60 40 صالح الاهلي لصالح الاهلي. مهما كانت الغيابات فالاهلي عنده من يعوضه في جميع المراكز وخلاص. استراتيجيه حسام البدري والجهاز الفني طبعت على اللعيبه، اللعيبه اضافوا على نفسهم كمان الجماعيه اللي احنا اتفرجنا عليها من طلائع الجيش خلاص قلنا في البدايه شايف ان الاهلي عنده افضليه على كل فرق الدوري في الجماعية الاداء الجماعيه اللي بتتلعب اللمسه ولعبه ده عمل اسلوب برشلوني. خلاص انا بقيت حاسس ان حسام البدري ده جوارديولا قاعد بره واللعيبه ميسي وفرقته قاعده في الملعب جوه، انا مسلي هنخلي ميسي عبد الله السعيد عشان ما حدش يزعل. وبقت الفرقه بتادي اداء محترم جدا ممتع جدا، في ثقه ليا انا وانا جمهور قاعد بتفرج. عشان كده انا يعني مش قلقان. عندي الاسماعيلي بكره لا ده اللعيبه مدياني رساله قويه جدا، انا هلاعب الاسماعيلي هلاعب الزمالك هلاعب اي حد بنفس الاسلوب ده ان شاء الله يبقى لنا التفوق والنجاح. وبنتمنى على قد الاسمين الكبار اللي هيلعبوا بكره مباراة جيدة قوي، ان احنا جيدة الصنع باهداف كتير قوي نقعد نتفرج عليها، ومباراة كورة حلوة عايزينها طبعا مع تمنياتنا في النادي الاهلي باللقاء ده. وانه زي ما قال طبعا يعني نجمينا زي ما قال نجم الفريق السابقين الكابتن فوزي والكابتن شريف انه التوقعات يعني في افضليه كمان حسب راي الكابتن فوزي عن ده، لكن نتمنى طبعا بالتاكيد ان تكون مباراة كرة قدم تليق بالفريقين الكبيرين الاهلي والاسماعيلي. كابتن فوزي توقعاتك في ضوء كل الارقام ومؤشرات الاداء اللي اشرنا اليها وقيمناها، سمعنا راي حضرتك وراي كابتن شريف حول هذه المؤشرات من يعني انا بتفق مع شريف برضو نفس النسبه، بس يعني بتكلم عن النادي الاهلي لما بقول النادي الاهلي لما اجي احسب النادي الاهلي من مشواره في الدور الثاني حتى من كله شوف النتائج بتاعته اخر ماتشات من ماتش النصر لما النادي الاهلي فاز على النصر 4 وفاز على الزمالك وبعدين الطلائع وبعدين المقصه وبعدين الرجاء وجاي الاسماعيلي نسبة شوف التهديف بقت ازيد وده المطلوب ان دي الفرقة عندي قوام بفرقة بتكسب والمكسب بيجيب مكسب يعني تمام احنا بنقول المكسب يجيب مكسب واقفة على رجليها بتلعب على بطولة زي ما قال شريف برضو نادي بطولات احنا نادي بطولات بيلعب على المركز الاول ما بيلعبش على المركز الثاني يعني من صغرنا المركز الثاني ملوش يعني ما حدش بيقول لك ميدالية او كاس او بتاع لا خلاص ولا مكافأة ولا أي حاجة، أنت طلعت التاني زي أكنك طالع الأخير، فالمركز الأول فلعيبة النادي الأهلي والكابتن حسام معاهم كابتن والجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ والمجلس الإدارة كله بيتابع والجماهير طبعًا اللي واقفة ورا النادي الأهلي دي يمكن أنا تعتة الجماهير دي شوية بقول يا شريف يمكن أداء النادي الأهلي 60% من لعبه. أيوه صح. لأن الجماهير دي مش موجودة، لو الجماهير دي موجودة جوه الملعب والله يا كابتن محمد أنا حضرت ماتش كان ماتش سموحة فداخل الاستاد اللعيبه بتسخن في التسخين لسه غير لما كنا بتسخن وهي الجماهير دي قاعده بتلاقي اللعيب حتى الاحتياطي قاعد وبيجهز عشان لو بس نعرف انت تمرين رايح والجماهير عماله تشجع وبتديك طاقه وبتديك حماس للعب زي الممثل اللي بيطلع على المسرح وطلع يعني مع مؤشر اداء الاهلي الخاص بالمرحله دي تتمنى يبقى فيه جمهور مالي اتمنى شايف هتلاقي أداء كبير جدا هو زي ما اتفقنا كابتن محمد احنا قلنا ديربي اهلي والاسماعيلي كل الماتشات اهلي واسماعيلي برضو حتى لو الاسماعيلي لو كان متاخر في الاخر خالص اهلي واسماعيلي اسمهم اهلي واسماعيلي ديربي ماتشات حلوه نتمنى ادي يطلع ماتش حلو قوي ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ربنا يكرمه لانه فعلا بيتعبوا يعني ربنا بيكافئ يستحق يعني يعني يستحق ويكافئ ربنا بيكافئ اللي بيجتهد واللي بيخلص ويمكن ده يتفق معاكم كابتن مصطفى يونس لانه قال باين على الفريق اللي لما بيغيب عنصر اساسي بيتم الدفع بعناصر اخرى ما كانتش بتشارك بنلاقيها جاهزه وقريبه جدا من فورمه المباراه وده يحسب للاعبين وتركيزهم والجهاز الفني في حاجه ثانيه عايز اقول لك كويس الجهاز بيشتغل معاهم في حاجه عايز اقول لك قبل ما نقفل يعني في حاجه في النادي الاهلي غريبه جدا بتحصل ان الوقت بيعدي كل الفرق مثلا 45 دقيقه 60 دقيقه الفيتكال فيتنس بينزل احنا الفرقه الوحيده اللي بيطلع يعني تلاقي اخر 20 دقيقه سوبر رانر في الملعب تلاقي 11 اكنهم 22 وحش بيجروا كسبانين او خسرانين على فكره متعادلين او متاخرين كسبانين زي المتاخرين زي تحس ال 22 بيلعبوا الكوره بسرعات وابتكار وزياده مع حاله الارهاق النفسي اللي بتحصل في الفرق الاخرى عشان كده هو ده سر التفوق لينا بنشكر برضو كابتن حسام جاب انيس شعلان المدرب اللياقه ومع الكابتن ابو العيلة نشكر كل الناس اللي شغاله على القائم بهدف واحد وفهم واحد يعني موقفهم فعلا زي ما قال الكابتن شريف انك بتلاحظ لعيبه النادي الاهلي في الدقيقه 95 زي كانه لسه بادئ الماتش درجه اللياقه عندهم دي مهمه جدا ده سر التفوق ده مش موجوده في اي فرقه الصراحه يعني دي ميزه يعني نتمنى
استمراريه باذن الله ونمسك لهم الخشب ما نحسدهمش ان شاء الله. بنكرر طبعا ما اشار اليه الكابتن فوزي سكوتي، بنوجه التحيه للجهاز الفني كله وده اللي اشار له ايضا كابتن شريف عبد المنعم، ونوجه طبعا نتقدم بخالص العزاء للكابتن طارق سليمان، وطبعا نتمنى للاسره الصبر والسلوان في وفاه شقيقه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ان شاء الله. هننتقل للحديث عن أمر مرتبط بالذكريات الجميلة، الفترة الرائعة في تاريخ الرياضة وتاريخ الكرة المصرية اللي أشار لها كابتن شريف وكابتن فوزي في هذا الحوار وكابتن مصطفى يونس أيضا، عن ذكريات لا تنسى وممكن نبني عليها في الفترة اللي جاية وممكن نخلي حياتنا في الوسط الرياضي وفي متابعتنا لكرة القدم أفضل. مواجهتنا لفكرة التطرف في الفكر أو فكرة اللجوء للشغب أو أن التعصب يؤدي إلى أحداث عنف، كل ده عايزين نقضي عليه تدريجيا ونواجهه. دور الجماهير، دور الدولة، دور القائمين على إدارة أمور الرياضة، دور إدارات الأندية، دور وزارة الشباب والرياضة، دور الاتحادات الرياضية في مقدمتها اتحاد كرة القدم، كل ده في الحسابات. دور النجوم اللي هم قدوة لمحبيهم ومتابعيهم، نجوم مجتمع رياضي مصري سابقين وحاليين. بكلم نجمين كبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن فوزي سكوتي، حضرتك عشت الفترة دي، كابتن فوزي عاش الفترة دي، شاركته في مباريات، صنعته بطولات، حضرتك كمان يضاف لده خبراتك كضابط شرطة، يعني عندك هموم النجم الرياضي ورجل الأمن أو ضابط الشرطة في نفس الوقت. كابتن شريف، لو احنا عايزين أمور تبقى أفضل في الفترة الجاية نتحرك إزاي ونعمل إيه عشان نرجع حتى للصور الجميلة اللي فكرتونا بيها في الحوار ده؟ هي هقول لك، أنت خليتني أروح لنقطة. أنا امبارح كان ليا تكريم تعايش سفير نوايا حسنة للتعايش السلمي، كان ليا الشرف ان انا انول الحكاية دي، فطلعت قلت كلمتين واحدين، كانوا بنتكلم في دعم الرئيس السيسي اقتصاديا ورئاسيا للمرحلة القادمة، فقلت الرئيس السيسي مش هيقدر يعمل حاجة لوحده، فالدعم اللي احنا نعمله ان احنا كلنا نبقى سيسي. هو بيقول كده كمان، والله احنا كلنا نبقى عبد الفتاح السيسي، مش احنا اللي هندعم فتاح السيسي، ما هوش العصا السحريه واحنا قاعدين نتفرج كده. يعني كانت صورته كده، قلت له انت عايزنا كلنا نبقى زي كل واحد يشتغل ويقوم كلنا نبقى في المجتمع عشان المجتمع ده يبقى انا بقى رئيس دولتي، انا رئيس بيتي، انا بسلوكي باللي اتعلمته بالكيان اللي شايفه الراجل بيعمله بالحاجه اللي هو نفسه البلد تبقى فيها، تبقى يعني جوايا اي فئات صغيره او اي احزاب خفيفه كده عندها لسه نفس التفكير الصغير، الارهاب عمره قصير، مفيش، مش هنلاقي حاجه خلاص. فوزي يعلم تماما احنا بنفتح صدرنا لاي حد، لاجمل ما فينا من ولاد فتحوا صدرهم وضحوا بنفسهم، فاحنا مش عز منهم ولا احنا احسن منهم، احنا تراب بلدنا ده الحقيقه هو اللي عملني انا وفوزي وعملنا كلنا وخلينا بني ادمين. الراجل اللي موجود ده نعمه من عند ربنا، ده جه في وقت احنا كنا خلاص يعني رايحين في حاجه بيسموه نفق مظلم، فده ربنا اللي حرس البلد دي وعايز البلد دي. يا رب احنا كلنا، وبقول الناس كلها، احنا من نفسنا نبقى رؤساء نفسنا. طب خلينا نترجم كلامك المهم ده يا كابتن شريف، ننقله او نطبقه على اي مشكلات بنعاني منها في الوسط الرياضي والكروي. وفي المقام الاول فكره اعاده الجماهير وملء الاستادات، عوده الايرادات والاستثمار في الوسط الرياضي، مع ابعاد نهائي لفكره العنف والشغب، وان احنا ازاي نتكاتف كلنا وننسق مع بعض زي ما حضرتك قلت، وكل واحد فينا يلعب دوره بالشكل الافضل عشان نقضي على التعصب في ملاعبنا. نعمل ايه؟ نثق في بعض. احنا لازم ما نخونش بعض بقى، خلاص كفايه. احنا لازم نثق في بعض، ولازم نمد ايدينا لبعض، ولازم نزق بعض. بلاش انا الاول، اذا كان محمد قدامي بخطوتين اخليه هو يبقى فوزي قدامي، اطلع فوزي يبقى هو اللواء بتاعي اللي انا بعد كده الكوادر بتتعمل، الحاجات كل واحد ياخد وضعه، كل واحد ياخد حتته، كل واحد بيشتغل في مكانه بدون ما يبصش اللي قدام اللي هو يعني عايز ابقى مكان التاني، حته ان انا عايز ابقى مكان عندي وعندي اكتر من التاني، العين تبقى فيها رضا من عند ربنا. بلدنا كبيره وحلوه قوي ورخيصه قوي يعني، وفيها كل حاجه، مهما حصل ارتفاع من حاجات دلوقتي بيسموها ايه، كان في 7 سنين عجاف يعني، خلينا نعديهم 4 5 سنين عجاف، والبلد بعد كده لاولادنا او للناس اللي هي جايه. ده الكلمه اللي قالها الرئيس، قال لك خلينا نعمل لاولادنا، خلينا بمفهومنا هنتعب شويه دلوقتي، احنا تعبانين وخش اي حته. انا عايز اقول لك حاجه، انا دخلت امبارح وانا راجع من التسليم التعايش السلمي والتقدير ده، دخلت مول، ايه ده؟ ايه كميه الناس اللي جوه المول دي؟ ايه كميه الفلوس دي؟ اوعى تقول لي مفيش حد معهوش فلوس، الدنيا كلها معاها فلوس، الدنيا كلها زي الفل، الجنيه بتاعنا زي الفل الحمد لله، بيجيب ويزود وزياده
كلنا حنينين على بعض، اللي معهوش بيدي اللي ما اللي معاه بيدي اللي معهوش، في حنيه شريفه. فيش يوم فيش يوم بيعدي علينا خدت بالك الا كلنا حاطين في جيوب الاخرين. بص يا كابتن، انا مش هقدر اتطرق طبعا لان دي عايزه الاقتصاديه والاجتماعيه الخاصه ب او الرؤيتين الموجودين ما بين انجازات مشروعات الدوله بتتكلم عنها والقياده السياسيه وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رؤيتهم لهذه المرحله وما يجب بناؤه زي ما حضرتك قلت للاجيال القادمه، وبين ايضا شكاوى وهموم لدى المواطن خاصه محدودي الدخل، يعني في فئات كتير منهم من لم يتأثر. انا مش هدخل في ده دلوقتي بسبب انا عايز اريح عايز ساعتين نتكلم عايز في حواري محمد، انا عايز في حواري. مفيش حد تعبان في مصر غير احنا، بنظبط حته الصحه وامكانيات الادويه اللي بتروح للناس في الصحه تبقى هنوصل بعد دي 3 4 سنين 5 سنين خلاص هنكتسب بلد زي اي بلد عالميه خلاص. نتائج الشغل اللي بيحصل والمشروعات الصناعيه تنعكس على كل حاجه حتى الابعاد الخاصه بفرص العمل والدخل. بس انا مش عايز ده ياخدنا لان ده موضوع مفيش يعني لا ده انا مصري بتكلم من جوايا طبعا ده كلام جميل ولو بدانا فيه دلوقتي حتى مش هنسمع اجابه كابتن فوزي. لا فوزي فوزي ده كلام مهم جدا، ده ممكن نديه من قلبي على فكره. طبعا لا مش توجيهات، مش توجيهات، لا طبعا لا طبعا واضح انك بتتكلم من شخصيتك يا كابتن شريف. لا شريف خلي بالك لانك بتتكلم تلقائيه. كابتن محمد شريف لما بيتكلم بيتكلم بطبيعته. لا واضح ما بي جميل، بس احنا عندنا كذا مساحه من الموضوعات منها انا بس رؤية العبر عنها كابتن شريف اختصار للكلام كتير، الوقت مش هيكفينا عشان نعرضها ونناقش. لا انا كلمتين بس انا يعني نشكر فخامه الرئيس والله عبد الفتاح السيسي على الفتره اللي فاتت دي كلها. حاجه بسيطه بس انا مش هتكلم في الحاجات دي كتير. انت بتمشي دلوقتي وانت مروح بيتكم ايه؟ امن ان الشارع فيه تحسن في الملف الامني من البلد، دي انا هتكلم فيها شيء. قبل كده كنا بنعمل ازاي عمليات الفوضى السنين العجاف اللي احنا قلنا عليها؟ بعد 10 مرات نطمن على بعض واحنا مروحين. طمن ايه؟ انت ما بتبقى الدنيا ما كنتش بتنزل عادي طبعا. لا لا ما كنتش بتنزل من البيت، مراتك ما كنتش بتنزل من البيت. يا عم انا اتثبت قبل كده، جيت قلت جه اليوم اتثبت فيها شيء من تعرفك خدتها بضحك. انا خدتها بضحك قلت لهم والله اتثبت يا شيف عبد المنعم. قلت لهم انا الشيف عبد المنعم الاهلاويه ولا؟ وانا قلت حاجه، انا خدت بتاعه وطرت بالعربيه وقعدت ميت اروح من الضحك ده. ولا لان انا كنت انا كان عندي ايمان وايقان اللي بيحصل في البلد دي طفره وهتعدي. ازمه وهتعدي، مش ازمه وهتعدي. الكيان بتاعنا والاساس بتاعنا. لا انا اختصرت لك بس اساس حاجه ثانيه. بص يا كابتن محمد، في حاجات كتيره طبعا بس انا اختصرت لك في كلمتين. انت بتمشي في الشارع عامل ازاي دلوقتي؟ هي دي اللي عايزينها. تكمله بقى بتكلم من كابتن شريف، رجوع الجماهير دي بيدي الطمانينه برضه. هو ده اللي عايزين نسال عنه، ازاي نرجع والجمهور يبقى امن ورجل الشرطه امن انه مش رايح يؤدي مهمته، ينسق مع المواطن، المواطن يحترم دور رجل الشرطه، ان كل واحد فيهم رايح لهدف معين في هذه المباراه، انه ما فيش احتكاك، ما فيش حد ينقل همومه السياسيه الى الملاعب الرياضيه، ما فيش هتافات بعيده عن ما هو رياضي داخل. لا في الناس اللي شفناها على الكوبري يوم 30 يونيو يوم ما قالك فوضوني خدت بالك وشفت منظر مصر يومها بالطيارات بالحاجات دي بالشكل ده، هي دي مصر، هو ده شعب مصر بجميع فئاته. احنا عايزين نشوف اللي كان موجود اللي فيها استقرار وفيها فهم لادوارنا كمواطنين كرجال شرطه كامن امن منشاه وامن استاد وامن خاص بنادي، مسؤولين عن الرياضه، قدوه في انه ما يبقاش في خروج عن اللائق في الحوارات الرياضيه اللي بيتنقلها الاعلام، يعني صوره نقضي بيها. هي بص يا كابتن محمد، هي محتاجه تعاون متكامل من جميع اطراف اللعبه فئات كلها. يعني اول حاجه لازم يبقى في قانون الشغب ده، لازم يساعد الراجل الامن ان هو يقدر يقوم بواجبه. يعني انا رايح الاستاد، شريف راح واخد مراته وابنه او بنته او اسرته، راح يتفرج، راح يقضي يوم جميل جدا، ليه يسمع الشتيمه ويلاقي ضرب ويلاقي طوب ولازم اسهله كمان وانا رايح. وبعدين انا بساعد اللي رايح الاستاد، اسهله الدخول للاستاد، تمام؟ بطلع مواصلات لغايه الاستاد. الاستاد يعني برج العرب جميل، واللي اتعمل يعني اللي اتعمل في المكان ده ما كانش حد عارف انه هيروح برج العرب، بقى دلوقتي بتلعب عليه الماتشات عشان يبعده بعيد عن الناس. بس انا بقول لك هي منظومه متكامله عندنا الناس كلها. انت رايح اولا لو عملت شغب هتتعاقب، مفيش بقى معلش حقك عليا، كسرت كرسي هتتعاقب. ممكن نعمل حاجه من ناحيه يعني فكره كده، ان احنا بص يا كابتن شريف، الالتراس نفسهم او المجموعه اللي هي المشجعين اللي هم بيحضروا على طول تملي، منهم فيهم يامنوا الاستاد، يامنوا المجموعه بتاعتهم. انت المجموعه اللي هم المسؤولين الناس الكبار بتاعتهم، تعالى تعالى تعالى، انت مسؤول عن، يبقى في دايما اتفاق وتنسيق مع اجهزه الامن ان في ناس من المجموعات اللي هي النوادي الشعبيه بالظبط، المعروفين معروفين النوادي الشعبيه ومعروفين للامن، ينظموا نشاط المجموعات. انت مسؤول الكبيرة. انا مش هتدخل، انت لو واحد شغب وعمل حاجه انت ما عليك انك هتجيبه لي تقول لي ده عمل مشغب. ده صعبه دي ليه؟ انا امبارح يعني انا بتفرج على فريق برشلونه يا شريف،
الجمهور قاعد فين؟ الجمهور قاعد في ظهر اللعيبه مش في ظهر الملعب. لا هو مش برشلونه، الجمهور وهم بيسخنوا مش موجود ساعه الماتش كله. لا دي حاجه تانية بقى، ما هو كل واحد عارف كويس. يعني حضرتك متفق مع كابتن شريف ان كلنا لازم نتكاتف في اي قضيه، منها قضيه استقرار ملعبنا وعوده الجمهور، وان احنا كلنا نتفاهم ادوارنا ويبقى في شغل من كل الجهات الرسميه. يعني وشعبيه مدرب. للملف مدرب ما فيش تعصب ولا فيش اعتراض كتير، بتساعد على برضه خلي الجمهور اللعيبه ما حدش يقوم من مكانه، اللعيبه نفسها اللي في الملعب لما تتخبط مش لازم تعمل فيها قوي، انك انت بتهيج الجماهير، ما كل الحاجات دي بتهيج الجماهير، فما تعملش اعتراض كتير قوي على الكره فاول ولا مش فاول، خلي الحكم حكم. وشفنا الماتشات بتاعت بره بيلغي جول، بيلغي بيلن، بيلغي اللي دلوقتي بيعمل لك الفيديو. لا محمد عشان قبل ما امشي يلا عشان نمشي كلنا هقول لك على حاجه واحده. برنامج ملك وكتابه المهندس عدلي القيعي بعد قليل، وهذا جميل ده طبعا. واستمروا خليكم معانا على شاشه قناه الاهلي. كلمه اخيره كابتن شريف اتفضل، حضرتك كنت بتقول انا هقول لو انا داخل في حته وواحد عايز يخش قبليه، لو قلت له اتفضل وهو دخل عدى وانا دخلت وراه، المشكله كلها اتحلت. ممارساتنا احنا كمواطنين، احنا كبني ادمين زي ما حضرتك قلت، الرقابه مهمه والضوابط مهمه والقانون وتفعيله بمنتهى الحزم مهم، بس برضه المهمه بتبقى اسهل على الدوله واجهزتها ورجال الامن ورجال الشرطه لو المواطنين فاهمين ده، ان احنا كلنا مش ضد بعض. نزلنا بقى انا وفوزي نزلنا ده بالتزامنا، ده بيساعد رجوع الجماهير قدام العالم كله بيدي الامان. الدعم الاعلامي مهم، افضل في الفتره الجايه الدعم الاعلامي مهم، دور الاعلام في ده والاعلام جدا. الرساله كمان في المرحله دي شكلها ايه؟ وان الاعلام يحافظ على ما يتناقله ويهتم به ويغطيه وينشره بين المواطنين او بين المتابعين للنشاط الرياضي، هو اللي مناسب انه يتم نشره، وبعدين مش اللي يزود فرحه يعني كاس العالم ووجودنا في كاس العالم وكمان من دي قربتنا من بعض، وهتلاقينا شهر 6 شهر 6 هتلاقي تكوينات حلوه وجماهير حلوه. اولا انا بشكر حضراتكم جدا، نجمنا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم ونجمنا الكبير الكابتن فوزي سكوتي، شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا لحضرتك، شكرا كابتن محمد، شكرا بوجودك معانا في استاد الاهلي. نقول الحمد لله على السلامه، عمره مقبوله، عمره مقبوله، ربنا يقبلنا يا رب كلنا. وصلنا لختام هذا الحوار من استاد الاهلي، وبشكر حضراتكم على المتابعه، وبعتذر لضيق الوقت انه ما اتسعش لمناقشه الملف ده لانه مش موضوعنا الرئيسي، لكن باذن الله بالتنسيق مع اداره القناه ومع القائمين على اعداد استاد الاهلي زملائنا كمان في فريق الاعداد، لو اتسع المجال ان احنا نعرض في الفتره دي مع الاحداث السياسيه المهمه وفتره الانتخابات الرئاسيه امر او حوار كامل مستفيض يتعلق برؤيه الدوله وما تم انجازه من مشروعات كبرى وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره بشان كل الهموم والمشكلات والتحديات اللي بتواجه الدوله المصريه وما تم حله من هذه المشكلات او تخطيه بالفعل وما يجري العمل عليه، فضلا عن حالة المواطن والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والدخل والاصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الكلي للدولة وتأثيره على المستوى المعيشي للمواطنين خاصة محدود الدخل والشكاوى الموجودة لدى قطاعات من المواطنين، هنحاول نعرض ده بمنتهى الأمانة ومنتهى الموضوعية لو كان في مجال لهذا الحوار، وبالتنسيق مع زملائنا ان شاء الله يكون في مساحه كافيه من الحوار حول هذا الامر في حلقاتنا القادمه. وصلنا لختام هذه الحلقه، وبفكر حضراتكم مره ثانيه ببرنامج ملك وكتابه عقب هذا اللقاء مباشره. بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.